في سنة 1948 مصر كانت بتعاني من الاحتلال الإنجليزي، بس الاحتلال الإنجليزي نفسه كان بيعاني هو كمان، لكن من أبويا البطل حسن التبعي قائد المقاومة ضد الإنجليز. كان هو المسؤول عن المنشورات وطبعها وتوزيعها على رجالة المقاومة علشان ينشروها في كل ربوع مصر ويحمس الشعب المناضل على المقاومة. أبويا البطل حسن التبعي كان هو الشوكة اللي واقفة في زور الإنجليز، كان هو الكابوس اللي مش بينيمهم الليل، كان هو الشبح اللي بيطلع لهم في كل مكان، كان هو الصياد وهم الفريسة. ولما الإنجليز جابوا آخرهم معاه قرروا يشوفوا حل عشان يخلصهم منه. فضلوا يفكروا في طريقة لحد ما قرروا يصرفوا مكافأة لأي حد يدلهم عليه، وأمر المندوب السامي البريطاني بتوزيع صورته في كل مكان. بس مش هم لوحدهم اللي كانوا بيخططوا، وجات الليلة الموعودة اللي قرر البطل حسن التابع يقوم بأكبر عملية في تاريخ المقاومة، وجمع كل رجالته عشان يشرح لهم الخطة ويعرف كل واحد دوره فيها ايه. وبعد نجاح العملية الانجليز قرروا ينتقموا منه ويردوا له الضربة، علشان كده حاولوا يقتلوه وهو في عربيته. بس يا جماعة، ودي حكاية أبويا البطل ومعاناته مع الحملة الفرنسية. هو ضد الإنجليز ولا ضد الحملة الفرنسية؟ فرقت مع أهلك قوي. بص، أنا حاجتين ما بحبهمش في حياتي، القلقاس واللي قطعني في الكلام. حملة إنجليزية ولا فرنسية؟ ما هم كلهم خواجات يا عم. خواجات؟ يا عم إبراهيم، أنت جاي تحكي لنا كل ده علشان تقول لنا إن أبوك كان بطل؟ لا، عشان أقول لك العربية اللي مات فيها أبويا البطل الله يرحمه موجودة لغاية دلوقتي وأنا عارضها للبيع. اللي استشهد في الأربعينات؟ لا، اللي استشهد في الثمانينات لما اتزنق في شارع روكسي. عربية دي من الاربعينات وزمانها بقت كهنة. كهنة دي تبقى خالتك، تفكرها عمتك عندها روماتيزم. العربية دي فيها صحة وعافية عن عربيات اللي بين دول 30 مرة. ده غير بقى ان احنا ركبنا فيها سنتر لوك سيستم صوت، ولا فيكوا الدخلاوي، عروسة ماشية على الاسفلت. يا عم ابراهيم، العربية دي فين؟ الغالية مع الغالية. يعني ايه؟ مش فاهم، ما تفهمنا. الغالية مع بنت الغالية ساندي. وبنتك دي فين؟ مع بودي وطنط. بودي وطمطم. بودي وطمطم. بودي وطمطم. بتعملي ايه؟ خططين يا شماء، انت اللي جابك بدري كده. مفيش، جيت بدري اتمر. المهم بس ما تغيريش الموضوع، كنت بتعملي ايه؟ مفيش، اصل جالي يعني فكره للشو بتاع الحيوانات فقلت يعني اجربه. وهي فين الحيوانات؟ ايه اللي ايه؟ فين الحيوانات؟ جوه. انا كنت لسه اطلعهم، هخش اطلعهم واجي. لا 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 لا، استني استني استني، ايه الحلاوه والجمال ده؟ هو انت لابسه كده ليه؟ عشان يعني اتخيل المود. تتخيلي ايه؟ اتخيل المود. سيبي بقى اخش اغير قبل ما حد يخش علينا. ساندي، ايه هو انت نفسك تقدمي الفقره؟ لا طبعا، اقدم فقره ايه؟ ما اقدمش فقرات، هو انا ملحقه على تدريب الحيوانات اما اقدم فقرات؟ لا طبعا، انا تمام كده. يعني ولا نفسك تغني؟ انا نفسي اغير. انا بشوفك كل يوم هنا وانت واقفه تغني وكاني في جمهور عريض قاعد يسقف لك. انت صوتك حلو قوي على فكره، بس لو تفكي شويه هتبقي زي الفل. هو انت شفتيني ازاي؟ من فوق. من فوق؟ اه. طب ابوس ايدك بقى، خليني اغير عشان في ناس هتخش دلوقتي عليا وانا هنهار. يا بنتي فكي بقى، هتموتيني. ما انا فكت اهو، اعمل ايه اكتر من كده؟ يا بس استني بس. مالك يا مودي، بتطلع غلك في الاكل ليه؟ انت حالك مش عاجبني على فكره. انت في حد مضايقك في السيرك هنا؟ طب انت مش عاجبك الفقره؟ يعني اغير لك الفقره؟ طب قول لي مثلا افكار انت عايزها مثلا تحطها في الفقره جديده، انا اقول لك افكار، يعني نتناقش مع بعض، انا مش هزعل. هي برضو مش معبرك يا ابني؟ انت عبيط بتكراش على كلبه؟ كم مره قلت لك انت نسناس وهي كلبه؟ يعني ما تجوز لهاش؟ ما ينفعش. ممكن اعرف هو مين اللي ما يجوز لهاش؟
طمطم حضرتك، مش معبره خالص، مع انه يعني يحاول كتير انه يلفت نظرها. هو مين ده؟ بودي النسناس. اه النسناس ده اسمه بودي؟ ايوه. آه. وما يجوزش لمين؟ لطمطم. لطمطم؟ اه. يا خساره. هم ايه يعني متجوز اختها ولا ايه؟ لا انا فاهم حضرتك، اصل بودي بيكراش على طمطم، وطمطم مش معبره خالص، فعشان كده هو مش عارف يركز في الشو. وعمل حاجات يلفت نظرها طيب؟ اه. وقف على ديله وكده وخدت بالها؟ للاسف طمطم وحشه. طمطم مين؟ طمطم الكلبه. طمطم الكلبه، هو بيكراش على طمطم الكلبه. آه. بقول لك ايه يا مدمزيل، المسلسل ده لسه بيتعرض عندنا؟ ده مش مسلسل، دي قصه حقيقيه. والله وانت اللي متابعاها. بقول لك ايه، ركزي في شغلك وما تجننينيش، انت مدربه نسانيس، تاخدي بالك من النسناس عشان يطلع شكله حلو في الشو قدام الناس، مش تحلي مشاكله العاطفيه. لا وانا الاخصائيه النفسيه بتاعتهم على فكره، وان موضوع ان بودي بيكراش على طمطم ده في صميم شغلي، انا مش بهزر هنا على فكره. هايل. ممكن بقى تركزي في شغلك يا مدمزيل، بلا بودي بلا طمطم. علاقات مريبه. سيبك منه، ده راجل ما بيفهمش حاجه. ما اعرفش يعني ايه نسناس يحب كلبه. خد ازقز وانسى. اتفضلي يا بهوان، دي بقى عربيه ابويا البطل. طب وانت مستعجل ليه كده يا حاج ابراهيم؟ ما كنا شفناه في اي وقت بعيد عن هنا. شغلش بالك يا باشا، السيرك ده بتاع بنتي. هو السيرك ده بتاع بنتك؟ وانت من عيله الحلو؟ لا من عيله البايخ، من عيله الرزل. انا قصدي بنتي شغاله هنا. يا ساتر، ده انت سئيل سئاله من ساعه ما كنا على القهوه برضو، وعمال تقول لي انجلترا ولا الحمله الفرنسيه. قدر اللحظه التاريخيه اللي انت واقف قدامها يا جدع. سيستم عالي عالي، عربية شريفة، أي حد يلمسها ترعب بالصوت على طول. أنتوا مين وبتعملوا إيه هنا؟ شغلتش بالك يا باشا، دول ضيوفي وأنا بفرجهم على العربية. بتفرجهم على العربية ولا عاوزين تسرقوها؟ لا أوعى تغلط يا باشا، عربية ده عربية بطل وأنا ابن البطل. ثم أنا بنتي مدربة عندكم هنا في السيرك. هي مدربة إزاي؟ هي في سيرك ولا في نادي؟ أتهمك بالسرقة وأوثقني كده عشان أستريح من غلاسة أمك؟ بنتك مين أخلص؟ مدربة نسانيس يا باشا. أيوة يا حسين. اديني قسم النسانيس. ده انت تفهم. استني استني الحقي بتوع الامن ماسكين واحد بره وبيقولوا جاب عصابه كده وبيحاول يسرق عربيتك، بيقولوا انه باباكي. بابا اوعى اوعى ايدك دي اهانه لابويا البطل وعربيته. اوعى ايدك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بابا. احنا اسفين يا نسا ساندي، احنا فكرنا جايب ناس وبيدعنوا باباكي لان كان بيفرجهم على العربيه. لما اخذ نسا ساندي مين الناس اللي بتفرجهم على العربيه يا بابا؟ زمان كنت بتفرجهم على العربيه. طفشوهم منهم لله. في السيرك يا بابا، في السيرك. تعالى جدا احنا اسفين. معلش. اسفين على ايه؟ ده عيل سعيد. خش يا بابا. يا سعيد اتحرك يا بابا. يا سعيد. النهارده وزي ما عودناكم دايما على تقديم فقرات مش هتشوفوها في اي حته تانية غير عندنا، هقدم لكم لعبتي السحريه الجديده اللي هتشوفوا فيها الراجل اللي واقف قدامكم ده وهو بيختفي من غير ما يبقى فيه اي ساتر او حاجه واقف وراه. يا صلاة النبي، ايه الحلاوة دي؟ فين بقى الفقرة؟ ما الراجل واقف قدامك اهو ما اختفاش ولا حاجة، فين السحر في كده؟ ما هي الفقرة كده لسه مش كاملة يا مستر عز، هفهم حضرتك. بقول لك ايه، بلا تفهمني بلا تعملني، هي دي الفقرة اللي انت مصدع دماغي بيها بقالك اسبوع. انت يا ابني عاوز تضحك الناس علينا؟ انت شغلتك هنا ساحر مش بهلوان، دي فقرة كوميدية دي. هو واضح جدا ان حضرتك ما بتتفرجش على سيرك عالمي. ها. اللعبة دي هتنقل نمرتي في حتة تانية خالص. هفكرك ان الناس خارجه من السيرك هنا وهي مش فاكره غير الفقره دي. الناس مش هتخرج من السيرك غير وهي فاكره الفضيحه، فاكره الفقره بتاعت الساحر اللي ما بيعرفش يخفي حد. هيقولوا لبعض يلا بينا نروح السيرك اللي فيه فقره الساحر اللي ما بيعرفش يخفي، هنتفضح هنتشرط في كل حته، هيلسنوا علينا. انت عاوز تجنني يا ابني؟ هو واضح جدا ان حضرتك مش فاهم. افهمك مش عيب. الموضوع ببساطه كله ميكانيزم. اه. هنبتدي بان احنا هنفتح دايره هنا قطرها حوالي متر متر ونص، واللي هيبقى واقف فوقيها الراجل ده، وتحتيه هيبقى فيه ميكانيزم اسانسير او ونش اللي هيسحبه وينزل بيه لتحت اول ما الدايره تتفتح، وبعدين هنغطيه تاني ويطلع بنفس الميكانيزم. يقوموا الناس يشهقوا من الانبهار شهقة الملوخيه. يعني ده تعبير مجازي بغض النظر عنه، بس ده تقريبا بالظبط اللي المفروض يحصل. طيب وحضرتك عامل حسابك على المصاريف العظيمه دي؟ دي ميزانيه تانيه، خلي بالك.
تكلفة الفحت والردم والشقلبة والأسانسير والونش هتجيب منين الكلام ده؟ انت هتصرف عليه ولا انت عامل حسابك على ايه؟ فهمني. اصرف ايه يا مستر عز؟ ده كله من ميزانية السيرك. انا بحاول اقدم لكم تكنولوجيا جديدة بدل شغل الحاوي اللي احنا دايرين بيه ده، وفي الاخر ما هو كله مكسب للسيرك. يا واد يا مستثمر، بقولك ايه، لو انت فييس قوي وعاوز تفيس من جيبك روح فيس انت على الفقرة بتاعتك، انما السيرك بتاعنا مش مستعد يصرف فلوس على الهجس ده. انتوا عايزين تجننوني يا جدعان؟ ده ايه سيرك العجايب اللي انا فيه ده؟ واحد يقول لي عفحت وردم وميكانيزم، والتانية تقول لي بودي بيكرش على طمطم، هو في كده؟ معلش صحيح عاش يا مستر عزوز، هو بالنسبة لموضوع بودي وطمطم ده ايه بقى؟ بودي واضح جدا انه بيكرش على طمطم وكل الناس واخدة بالها الا هي، مش عارف يلفت نظرها خالص. ده انت على علم بالموضوع؟ طبعا كل الناس هنا في السيرك على علم. يا مستر عز مالك، في حاجة ولا ايه؟ لا ده الميكانيزم بتاع المرارة بيتفقع. معلش يا جلال امشي انت، ما هو مفيش فايدة، بس وعد مني لما اعملها في اي حتة تانية برا هبقى اخدك معايا. يا اختي ربنا ما يحرمني منك، ايه الامر اللي داخل علينا ده؟ امرايا يا ناس امرايا. انتوا بتعملوا ايه يا ماما؟ الكومبو اللي انت بتحبه اهو، كان لازمته ايه بقى الموقف المحرج اللي انت حطيتني فيه بره ده؟ انت كسفتني قوي قدام السكيورتي. كسفتك قدام السكيورتي؟ ده انا بصيتك في السيرك عشان يعرفوا ان انت حفيدة بطل. انا مش عايزه اتصيط ولا نيله، انت كده هتخلي الناس تبص عليا في الرايحه والجايه، وانا اصلا بتوتر لما حد يبص عليا يا بابا. اقول لك على حاجه؟ قولي. قعدتي معاك دي غلط اصلا. ليه يا بنت الجزمه وانت شطانه؟ ده انا ابوك. ايوه بس ما حدش عارف انك ابويا، ممكن يفتكروا ان انا قاعده مع حد كده ولا كده. علشان انا شكلي عندي 22 سنه وشكلي باين ان انا انتيميك قوي يعني. بقول لك الكومبو بتاعك اهو، انا همشي بقى. خدي تعالى هنا، خدي بيت. اتدربوا بدل الرغي. حلو جميل. مستر عز انا عايز حضرتك في حاجه مهمه جدا، عندي اقتراح هيدغدغ الدنيا. خير يا استاذ شادي؟ ناوي تعمل لنا فكره جديده تخفي بيها السيرك كله عشان نتشرد ونقعد في بيوتنا؟ لا 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 خالص، مش حد هيختفي ولا حاجه. انا جايب لك فكره هتجيب لك فلوس. ايه فلوس؟ شادي انا طول الوقت شايفك كده، انت فهمني خير، هنجيب فلوس ازاي؟ انا هخلي الناس تتلم عليك هنا في السيرك زي ما النمل بيتلم على الصرصار المقتول. تشبيه عبقري ولايق على دماغك، برافو يا شادي. انا عاوز اعرف ايه نظريه الصرصار المقتول دي. ركز معايا، احنا هنعمل مسابقه. ايوه في حفله. هايل، نعمل مسابقه في حفله. حفله بمسابقه؟ مش فاهم. قولي مش فاهم، مش عيب قولي. هشرح لك. ايه حفله بمسابقه؟ احنا هنعمل اعلان لجمهور السيرك هنا ان يا جماعه اللي صوته حلو يجي يتقدم في المسابقه دي، واللي هيكسب يطلع يغني في التصفيات مع النجم اللي هيجي يغني في الحفله هنا. ايه ده، احنا هنجيب نجم كمان؟ يا مستر عز، ما انا بقول لك ايه من الصبح. الله، نجم زي مين؟ معلش اقترح عليا اسماء لان انا بسمع غربي اكتر. مش عارف يعني، بس الجيل ده مليان، في ناس كتير قوي ممكن نجيبها، بس لازم يبقى نجم محبوب. طبعا ننزل الناس من بيوتهم تدفع فلوس عشان تشوفه. ايوه كده. زي مين بقى؟ لؤي مثلا. هايل لؤي، الاستاذ لؤي، المطرب الكبير الاستاذ لؤي، اختيار عظيم. انت مش عارف ازاي؟ مش عارفه يا مستر عز. الاستاذ لؤي. ما علينا اي حد سوي بني ادم طبيعي هيبقى عارفه. ما علينا يا شادي، بعد ما جبنا الاستاذ لؤي ماذا بعد؟ ماذا بعد ايه؟ هيغني. عايزين نقب على وش الدنيا بقى يا مستر عز. يعني انت عاجبك الكام تيكت اللي انت بتبيعهم دول؟ احنا نجيب الناس هنا تقف طوابير وتدفع فلوس ونشهر السيرك على السوشيال ميديا. كل الناس دي بتحب الشهره، اسمع مني يا مستر عز، انت مش لاقي تجيب اكل للحيوانات. بقول لك ايه يا شادي، ما تتعبش نفسك، انت طموح قوي وباصص لفوق وافكار غريبه. ركز في ميكانيزمك وسيبني انا افكر في افكاري لتطوير السيرك من فضلك. وسع بقى عشان عندي ميعاد وميتنج مع مدير السيرك، عايزين نشوف هنعمل ايه. ميتنج؟ عندكم مكتب اصلا؟ انتوا بتتقابلوا في قفص القرود؟ ما خبيش عليك عز، انا مش راضي عن اداء وايرادات السيرك اليومين دول، وده ملوش غير معنى واحد، ان احنا لازم نبذل مجهود اكبر علشان نقدر نجذب عدد اكتر من الجمهور. يا فندم نبذل مجهود اكتر من كده ايه؟ هنموت نفسنا؟ الولاد يعني مش مقصرين في حاجه،
وبعدين يا فندم انا مش معقول يعني هعدي على بيت بيت اقول للناس انزلوا اتفرجوا على الاسد والبلياتشو غصب عنكم. عندك حق، بس يعني لو قدرنا نعمل عروض غير العروض التقليديه اللي انت بتشرف عليها دي، نعمل عروض مبهره في الحاله دي بس هنقدر ننزل الناس من بيوتها وتيجي تتفرج علينا. شوف يا فندم كلام حضرتك صحيح، انا فعلا عندي فكره ما هي جنونيه بعض الشيء لكن اشعر انها فعاله. احب اسمعها. الفكره دي يا فندم تعتمد على نظريه اسمها نظريه الصرصار المقتول. نظريه الصرصار المقتول؟ الفكره دي لو اتنفذت صح هنلم الناس علينا زي ما النمل بيتلم على صرصار مقتول. شوف يا فندم احنا نعمل حفله كبيره، حفله في السيرك، ونجيب نجم محبوب، مطرب جميل كل الاجيال بتحبه، انا شخصيا بحبه، زي مثلا الاستاذ استاذ لؤي، جميل جميل واغانيه محبوبه ومحفوظه. يا سلام لو جه بقى يا فندم، بس مش يغني ويروح، لا دي حفله بمسابقه كمان. تعالى يا فندم انا هفهمك بهدوء شديد نظريه الصرصار المقتول. اشجيني. رغم الزهر اللي متلي لحقوق، شو ما تحكي وتشرح لي كل عمري بداري عليهم، بداري عليهم، بخاف يتعلموا ويقلدوا، ده مش بعيد يتعقد. كهربت أول ما مشيتها بدأت تتشنج. عمي أنا أقصى توتر من كمان عليها. إزيك يا ساندي؟ إزيك يا ساندي؟ أنا جدك حسن التبعي وروحي موجودة في العربية من ساعة ما مت. قولوا المصحف. يا نهار اسود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انصرف. شوف يا ابني عربيه رشدي يا باظه دي راحت فين؟ سلامتك يا رب الرحيم. انزلي. لا مش وقت. انزلي. لا 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 انا حاسه ان هيغمى عليا. استقبلي. والله العظيم ما قادره. انزلي. وحياه امي ما قادره. انزلي كلمي الباشا. اه قلبي هيقع. قلبي هيقع. حاضر بالراحه بس بالراحه وانا انزل. بالراحه. حضرتك الظابط. عربيه غريبه وانت غريبه، ايه الدخله اللي انت داخلاها دي؟ هو حضرتك لو قلت لك ان روح جدي طلعت لي في العربيه هتصدقني؟ ايه روح جده؟ وانا عبيط عشان اصدق الكلام ده؟ هو انت شاربه ايه؟ والله ما شاربه حاجه غير شاي بلبن. ايه يا جبرك كده؟ خلاص لموا الكمين. هات البنت دي على مش شايفه البوكس ده؟ انا البلو بلاك اللي هناك ده. ايوه هو البلو بلاك دوت. هنروح بقى الاسم ونشوف جده ونضرب حجرين مع الشاي ابو لبن ونقعد نشوف الحكايه رايحه فين. يلا يا ماما روح على هناك على طول. طب والعربيه دي مش هاخدها معايا؟ يلا يا ماما على البلو بسرعه. يلا يا ماما. حاضر حاضر بالراحه بس يا استاذ والنبي. بالراحه بالراحه. هات العربيه. والعربيه والعربيه. بالراحه 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 بالراحه. ايه؟ اه يا حر الزبط والله انا ما عملت حاجه. ايه ده؟ هو حضرتك حكي وايز؟ كنت مش عايزه حاجه. يا جماعه. تعفر يا اختي؟ اعفر اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه؟ بنت ناس وكيفها علاوي؟ تاخدي من انه دولاب؟ من دولابي. دولابك؟ انت عندك دولاب؟ مش باين عليكي. يا هو حضرتك ما عندكيش دولاب؟ يا ريت، ما كانش ده يبقى حالي. ببيع قطاعي طياري يعني بالحته. هو حضرتك بتبيع هدوم؟ سبح، ببيع سبح يا اختي. كيفك ايه؟ فراوله ولا فانيليا ابيض يا ابيض؟ يعني لو حضرتك قصدك على التشيز كيك، يعني انا ساعات بحبها بصوص الفراوله وساعات بحبها بصوص التوت، يعني على حسب. كيك سميها كيك انت. سين لعجبتيني. لقيمه دماغك حلوه ما بتكلفش عشان حدش في قيسك بردك. فهمتك انا. بتجيبيه منين بقى؟ لا بصي هو ماما هو اللي بيعمله في البيت. ابوك اللي هو في الطبخ؟ طب مية مية، انت تعرفين عليه والمصلحه تعوم والتوزيع على يا اختي. بصي هو ابوه مش بيعرف يعني يظبطه قوي، بتاع كوستا احلى. اه ده انتوا تقال. طب بصي انت تعرفيه على جوزي ويتعامل معاكوا لحد ما نخرج بالسلامه. واحنا يعني هنتعامل معاه ليه؟ في الكيك يا اختي، ما تركزي معايا كده. بصي سيبك انت بس عرفيه جوزي على ابوكي وعلى كوستا وهو هيوزع لكم، وبامانه الخير هيزيد ياما. كوستا مين؟ الخواجه يا ست اللي بتتعاملوا معايا. الله خواجه ايه؟ ده كوستا ده كافيه. كافيه؟ كوستا طلع كافيه. هي المدلعه جايه في ايه؟ جايه مع حضرتك في البوكس. طب ما تحضرونا يا بنات احسن. الخواجه كوستا ما طلعش خواجه، طلع كافيه. لا 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 لو سمحتوا خلي في مسافه ما بيني وبينكم، اللي هتقرب مني انا مش هسكت. والمدلعه هتعمل ايه يعني؟ هعيط.
اتفضلي. يا حضرة الظابط، انا اتبهدلت بما فيه الكفايه. انا بني ادمه محترمه وبشتغل شغلانه محترمه جدا. وبتشتغلي ايه بقى ان شاء الله؟ ثانيه واحده، ساندي ابراهيم التبعي، مدربه نسانيس. نسانيس؟ ما هو يوم الاحوس من اوله. يا بنتي انت شكلك كده على بعضك تحفه كده بعربيتك اللي انت راكباها. انت عايزه ايه بالظبط؟ يا فندم في واحد اسمه ابراهيم التبع عايز يخش حضرتك. ده مين ابراهيم ده كمان؟ ده بابا. بابا وجده في يوم واحد؟ خير يا باشا؟ بنتي مالها؟ دي يا فندم جدها بطل، ياما خدم الوطن وحارب الانجليز. يعني هو حارب الانجليز وجاي يفتكرها النهارده؟ يفتكر مين سعادتك؟ بنتك اللي بتقول كده، سمع صوته في العربيه خلاها كسرت الكمين. لا حول ولا قوه الا بالله. الحاله رجعت لها تاني. حاله ايه يا بابا؟ اصل سيادتك يا فندم يعني من ساعه امها الله يرحمها ما توفت وهي حالتها النفسيه يعني سيئه حبتين، ممكن يا فندم يعني ضغط الشغل مع الحاله النفسيه يتهيألها الكلام اللي انت قلته ده، وزي ما انت شايف بنت صغيره وبنت ناس مالهاش في المرمطه بتاعت المجرمين دول. انا هخرجها المره دي بضمان محل اقامتها، لكن لو شفت وشك ولا شفت وش بنتك ولا شفت وش جده تاني انا مش هعتقد. وخدي نسانيسك اهي، وانت طالعه خدي المفتاح وانت ماشيه من الامير. يلا اتحركي. ما قلت لك مليون مره مش انا السبب، جد هو اللي خدني. والنبي اكنك ما تسمع، ما اكنك ما سمعتش حاجه. بس اتفضل يلا 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 بتحكوا علينا من دول كده يا بابا كده. طلعني مجنونه قدام الظابط. اسم الله على ست العالين اللي اتقبض عليها عشان كسرت الكمين. قال عشان ايه؟ سلك الدهب يكلمها. ما تعرفيش كان بيكلمك من زيرو كام؟ هو انت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك روحه كلمتني وقال لي انه موجود هنا في العربيه من يوم ما مات فيها. من يوم ما مات فيها لغايه دلوقتي كان فين؟ كان مسافر اعاره ولا كان عايش في عربيه تانية؟ انت بتسالني انا بتساله هو. ما ترد يا جد ما ترد. هو كلمك من هنا؟ ايوه من هنا. من هنا؟ طب استني بابا. مساء الخير يا بابا، انا ابراهيم ابن حضرتك. يا ريت والنبي لو سامعني رد عليا. الله يرحمه. عايز ايه يا زفت؟ عامل غاغا ومش مصدق البنت ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده صبح من جد. انت جيت ازاي يا بابا؟ مالكش دعوه، انا اصلا جاي عشانها هي مش عشانك انت. عشان انا واحد ربنا ما عملت حاجه. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مش جاي عشان اذيك، انا جاي لك في قبر خصوصي اكلمك فيه لما تبقي لوحدك بعيد عن بوز الاخص ده. لا يا بابا لا يا بابا ما تاذينيش، والنبي ده انا بحبك يا بابا. انصرف، ده انا بحبك والله. بقبرت ايه؟ الا عمرك ما افتكرتني بصدقه جاريه ولا حتى قرصتين رحمه ونور. طالع جلد لامك. انا هسيبكم دلوقتي وبرجع لكم تاني. انا خايفه قوي، هو يا ترى عايزني في ايه يا بابا؟ بقول لك يا ساندي، هو انت في ميه مدلوعه على الكرسي هنا؟ لا ليه؟ لا لا ما تشغليش بالك خلاص، ما تشغليش بالك. ايه اللي بيحصل لنا ده؟ مش عارفه بابا، انت كنت مصدقني في الاول. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله كله هيبقى خير باذن الله. يا رب. بقول لك ايه؟ ما تخش انت الاول. اشمعنى؟ إذا تكون روح أمك تبدلنا جوه ولا حاجة. خش معايا يا بابا. في إيه؟ عمي؟ أنت أنا ملبسك كده؟ عباية مغربي جات لي هدية، قلت أصلي بيها العشاء. إيه؟ إيه؟ بقى العباية المغربي تعمل فيكوا كل ده؟ والله انا زعلان. عيب ايه؟ شفته عفريت؟ لا سمعناه. سمعتوه؟ لا يخرب عليك، سيبته ركبي. هيبقى انت والمرحوم ابوك. ايه علاقه المرحوم ابويا باللي انتوا فيه ده؟ في ايه؟ جايين منين كده؟ من الاسم يا سيدي. يا ساتر، ليه؟ بسبب جده. دخلت في كمين وظابط افتكرني مجنونه. يا حبيبه جده، والله افتكرك مجنونه. لا معلش، ملوش حق جده، اخس عليه النوتي. انت مش مصدقني؟ بابا سمعه معايا. سمع مين؟ بابا. بابا مين؟ ابوك راحوا في العربيه يا عز. طب ما انا عارف. عارف من امتى؟ عارف من زمان. ايه المفاجاه في كده؟ اول مره تعرفوا ان روح ابويا في العربيه؟ يا سلام يا اخو، لما انت عارف من زمان ما قلتناش ليه؟ عشان دي بديهيات. بديهيات يا جماعه، مش محتاج اقولها. امي الله يرحمها ستك كانت تمسكني وتقول لي يا عز يا ابني ابوك روحه فيكو وفي بيته وفي عربيته. يا اخي بطل تهريج يا اخي، بقول لك ابوك روحه طلعت في العربيه وكلمتنا. بلاش كلام فارغ وتخاريف. كلمتكم ده ايه؟ روح بابا، روح بابا يا روح بابا انت وهي. اقول لك على حاجه، لو مش مصدق انزل بص عليه اكنك بتطمن عليه. لا معلش، خليها فرصه تانية عشان حتى اكون جايب له معايا زياره. ما ينفعش ادخل على ابوك برضو، ايدي فاضيه. المشكله دلوقتي انه قال انه جاي عشاني، هيكون عايزني في ايه؟ انا خايفه قوي يا بابا. لا لا لا، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا حبيبه عمه، ما تخافيش. هو جده تلاقيه زهق وحب يتفسح شويه. قال يغير جو. انت عارفه المقابر كاتمه وهو تربته قبلي. اقول لك هاتيه عندنا السيرك يتفسح وهنصوره مع كلب البحر
ونقعده صف اول ونكرمه. انت بتتريق؟ ما انا لو ما اتريقتش هتجنن. عاوزه تجننيني يا ساندي؟ بقول لك ايه، انا مستحملك بقالي كتير وبقول ساندي بنت اخويا وبنت لطيفه واحاسيسها مرهفه ومشاعرها رقيقه وخيالها واسع، انما توصل ان جدك يطلع لك انت مخصوص، يعني ايه يجي لك مخصوص؟ طالباه من بره اونلاين؟ هزقني هزقني كمان وكمان، من ايام ما بتهزقني في الشغل ومستعر تقول لهم ان انا بنت اخوك. انا 100 مره اقول لك مستر عز اللي في الشغل حاجه وعمو عز حبيبك اللي في البيت حاجه ثانيه خالص. مستر عز اللي في الشغل ما عندوش يوم مرحميني، وانا مش هسمح لبني ادم يقول لي انك مشغل بنت اخوك بالواسطه، ولو ان ده حقيقي، بس مش هسمح بيه برضه. كفايه نقر انت وهي بقى، وتعالى نشوف هنعمل مع ابوك في المشكله اللي احنا فيها دي. عندك حق يا ابراهيم، انا رايي تستهدى بالله وتنزل تقول لبابا يروح يجيب ماما وكل قتله العيله ونقعد نتعشى مع بعض عشوه لطيفه ونحل الموضوع. مش كده برضه؟ حتى في فردتين شراب حموت واعرف امي ودتهم فين، والله دايخ عليهم. يلا خلاص، يلا يا عالم يا خلل. انا استحل اركب العربيه دي تاني ابدا. خلاص اركبي تاكسي. اه لا، انا ما بركبش مع حد غريب. خلاص اركبي مع المرحوم، على الاقل المرحوم اولى من الغريب. ايه؟ ايه؟ اخبار المرحوم ايه؟ لسه لسه مفيش اي صوت. يبقى لسه نايم. بص يا حبيبتي، لما تركب العربية على مالك كده واحدة واحدة، وخلي بالك من المطبات. ها؟ ماشي. طب ما تيجي معايا والنبي. معلش يا حبيبتي، ده ما كانش في عمار بينه وبينه وهو عايش، هيبقى في عمار بينه وبينه وهو ميت. اتوكلي انت على الله وانا هقرا الفاتحة هنا. طب ما تيجي واعزمك على كومبو والفروز الاكسترا تشيز اللي انت بتحبها. مش انت بتحبها؟ ده انا بحبها قوي قوي يا ساندي، بس انا هطلبها دليفري هنا. ماشي. ايه؟ لا لا مفيش حاجة. انا كده بيحبني، انا عارفه بيحبني. الله يرحمك يابا، رزل دنيا واخره ان شاء الله. مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه دي ايه دي؟ اه يخرب بيت كده. الو صباح السفت على دماغي، مش عارفه انت عملت فيها ايه دلوقتي. ايه يا بنتي، وانا قلت لك بخف حته ضلمه؟ انا طلبتك في التليفون بس. ما هو انا متوتره اليومين دول، امبارح شفت يوم ما يعلم بيه ربنا. ليه حصل ايه؟ هبقى احكي لك بعدين، مش عارفه اتكلم دلوقتي. ايه في ايه ده؟ هو انت لوحدك ولا معاكي حد؟ الاثنين، لوحدي ومعايا حد. اسكت بقى. انت فزوره ولا ايه؟ اه دي قصه حياتي. اقفلي بقى والنبي اقفلي لما اجي احكي لك. باي. نسالك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام. الله، حلوة الأغنية دي قوي، ولو إني ما بطيقش محطات الراديو بتاعت أيامكم دي. اوعي تحاولي تنزلي من العربية. أنا آسفة جدا يا جد والله. شوف أنت حابب تسمع إيه وأنا أسمعهولك، أنا عندي أديب لو عايز. لا، ما أنا مش جاي عشان أتسامر وأسمع أغاني وأتسلطن. أمال أنت جاي ليه؟ جاي عشانك يا حبيبتي. أبوس إيدك، بلاش الكلام ده، أنا جدتي بتتلبش. اخص عليك يا ساندي، ده بدل ما تقولي وحشتني يا جد. والله العظيم وحشني قوي يا جد، ونفسي أقعد أتكلم معاك، بس يعني بعد عمر طويل، مش دلوقتي خالص وأنا سايقة وعلى سهوة كده والنبي. ما أنا ما كنتش أقدر أستنى يا حبيبتي، أنا جاي عشان مصلحتك. يا جد أنا من ساعة ما سمعت صوتك وأنا متمرمطة آخر مرمطة، ده أنا دخلت الحجز مع ناس معفنة جدا. ليه بس كده؟ عشان الظابط ما صدقش إن أنا كنت بكلم حضرتك يعني. معلش أنت لازم برضه تعذريه. مش كل الناس بيكونوا محظوظين وبتجيلهم فرصه ان هم يتواصلوا مع حد مات وشبع موت. المفروض دي حاجه تفرحك مش تزعلك. يا نوع فرحه، انا هموت من الفرحه. انت مش شايف انا بضحك ازاي؟ لا ولسه فرحتك هتزيد لما تشوفي انا ممكن اقدم لك ايه واغير حياتك ازاي. على فكره انت اتفتحت لي بقوه هتميزك عن كل الناس. طب هو انت جاي عايز مني ايه بصراحه كده؟ والنبي قول لي الحقيقه. انت حالك مش عاجبني، حبسه نفسك جوه امك، ولا عايزاش تندمجي وسط الناس. لازم تطلعي من الحبسه اللي حبسه نفسك فيها دي وتعيشي سنك وتختلطي بكل اللي حواليكي. بص يا جدو، انا اصلا ما بحبش اختلط بالناس يعني. ليه ان شاء الله بيعضوكي؟ الا بكون عايز اعضهم من سخافتهم، وبعدين انا بخاف من الناس قوي يا جدو. غلط، لازم تحب الناس عشان الناس هم كمان يحبوكي وتحسي بالرضا عن نفسك، وساعتها نظرتك للحياه كلها تختلف وهتبداي من النهارده. اول ما توصلي شغلك صباحي على كل اللي تقابليهم وتبتسمي في الشغل. يا نهار اسود، انت عايزني اقول صباح الخير للي رايح
بالنسبة لي مش هينفع. ليه؟ هو أنا بقول لك افتحي عليهم مطوة؟ أنا بقول لك اتكلمي معاهم. أهو أنا لو اتكلمت معاهم هياخدوا يدوا معايا في الكلام، وأنا مش هقدر أستحمل كده والله. وإيه اللي يمنعك إنك تاخدي وتدي معاهم؟ مش أحسن من العزلة اللي أنت عايشة فيها دي؟ مش قصدي، أنا قصدي يعني إن هما لما يتكلموا معايا هياخدوا عليا، وأنا يعني متوتر من الناس دي جدا قوي. اعتبريه فرمان ولازم تنفذيه، وإلا هعاقبك عقاب شديد، أنت فاهمة؟ أنا آسفة جدا، مش هاخد وقت مع حد، أنا آسفة. بس أنت معرفتيش إيه هو العقاب. هخلي الناس كلها تتفرج عليك وتبص لك وانت ماشيه في قلب السيرك، وانا بركبك الهوا واخليكي فقره يتفرجوا عليها وهم مش شايفيني، وساعتها هيقولوا عليكي مجنونه وكله هيتكلم عليكي. اهوي هركب الهوا في السيرك؟ لا والنبي يا جد، والنبي يا جد، انا ممكن يجرالي حاجه لو عملت فيا كده. يبقى تنفيذي اول طلب ليا، وتصبحي على كل واحد تقابليه وما تكشريش في وش حد، وهنتكلم تاني. اهوي هقول صباح الخير كده عادي؟ حرام عليكم بقى، نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام. الله، حلوة الأغنية دي قوي، ولو إني ما بطيش محطات الراديو بتاعت أيام اوعي تحاولي تنزلي من العربية. أنا آسفة جدا يا جد والله، شوف أنت حابب تسمعي وأنا أسمحه لك، أنا عندي أديب لو عايز. لا ما أنا مش جاي عشان أتسامر وأسمع أغاني وأتسلطن. أمال أنت جاي ليه؟ جاي عشانك يا حبيبتي. أبوس إيدك، بلاش الكلام ده، أنا جدتي بتتلبش. اخص عليك يا سندي، ده بدل ما تقولي وحشتني يا جد. والله العظيم وحشني قوي يا جد، ونفسي أقعد أتكلم معاك، بس يعني بعد عمر طويل، مش دلوقتي خالص وأنا سايقة على سهوة كده. والنبي ما أنا ما كنتش أقدر أستنى يا حبيبتي، أنا جاي عشان مصلحتك. يا جد أنا من ساعة ما سمعت صوتك وأنا متمرمطة آخر مرمطة، ده أنا دخلت الحجز مع ناس معفنة جدا. ليه بس كده؟ عشان الظابط ما صدقش إن أنا كنت بكلم حضرتك يعني. معلش أنت لازم برضه تعذريه، مش كل الناس بيكونوا محظوظين وبتجي لهم فرصة إن هم يتواصلوا مع حد مات وشبع موت، المفروض دي حاجة تفرحك مش تزعلك. يا نوع فرحة، انا هموت من الفرح، انت مش شايف انا بضحك ازاي؟ لا ولسه فرحتك هتزيد لما تشوفي انا ممكن اقدم لك ايه واغير حياتك ازاي. على فكره انت اتفتحت لي بقوه هتميزك عن كل الناس. طب هو انت جاي عايز مني ايه بصراحه كده؟ والنبي قول لي الحقيقه. انت حالك مش عاجبني، حبسه نفسك جوه امك، ولا عايزاش تندمجي وسط الناس. عايزاش، لازم تطلعي من الحبسه اللي حبسه نفسك فيها دي وتعيشي سنك وتختلطي بكل اللي حواليكي. بص يا جدو انا اصلا ما بحبش اختلط بالناس يعني. ليه ان شاء الله بيعضوكي؟ الا بكون عايز اعضهم من سخافتهم، وبعدين انا بخاف من الناس قوي يا جدو. غلط، لازم تحب الناس عشان الناس هم كمان يحبوكي وتحسي بالرضا عن نفسك، وساعتها نظرتك للحياه كلها تختلف، وهتبداي من النهارده اول ما توصلي شغلك تصبحي على كل اللي تقابليهم وتبتسمي في وشهم. يا نهار اسود، انت عايزني اقول صباح الخير للي رايح واللي جاي؟ ده فيلم رعب بالنسبة لي، مش هينفع. ليه؟ هو أنا بقولك افتحي عليهم مطوة؟ أنا بقولك اتكلمي معاهم. أهو أنا لو اتكلمت معاهم هياخدوا يدوا معايا في الكلام، وأنا مش هقدر أستحمل كده والله. وإيه اللي يمنعك إنك تاخدي وتدي معاهم؟ مش أحسن من العزلة اللي أنت عايشة فيها دي؟ مش قصدي، أنا قصدي يعني إن هما لما يتكلموا معايا هياخدوا عليا، وأنا يعني متوتر من الناس دي جدا قوي. اعتبريه فرمان ولازم تنفذيه، وإلا هعاقبك عقاب شديد، أنت فاهمة؟ أنا آسفة جدا، مش هاخد وقت مع حد، أنا آسفة. بس أنت معرفتيش إيه هو العقاب. هخلي الناس كلها تتفرج عليك وتبص لك وانت ماشيه في قلب السيرك، وانا بركبك الهوا واخليكي فقره يتفرجوا عليها وهم مش شايفيني، وساعتها هيقولوا عليكي مجنونه وكله هيتكلم عليكي. اهوي هركب الهوا في السيرك؟ لا والنبي يا جد، والنبي يا جد، انا ممكن يجرالي حاجه لو عملت فيا كده. يبقى تنفيذي اول طلب ليا، وتصبحي على كل واحد تقابليه وما تكشريش في وش حد، وهنتكلم تاني. اهوي هقول صباح الخير كده عادي؟ حرام عليكم بقى، أنا أسف. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أنت قلت صباح الخير؟ لا لا، أنا سمعتك بودني بتقولي صباح الخير. آه قلت. ليه بقى النهاردة بالذات ليه صباح الخير؟ ما أنا كل يوم بقولك أصلاً وما بترديش عليا، ايه النهارده اللي حصل مختلف؟ طب ممكن تقوليها لي تاني؟ يعني ممكن نثبتها يبقى في كل يوم صباح الخير دي؟ انا قلت لجدي ما صدقنيش، اهو خدوا عليا في الرايحه والجايه. ايه هو جدك جاي يزورنا هنا؟ لا لا ما تاخدش في بالك، انا اصلا جدي ميت من زمان قوي. ايوه بس ازاي ميت وما صدقكيش؟ ما هي برضه غريبه دي صح؟ انا مش فاهمه كميه التدخل اللي في حياتي دي، يعني هو لازم يكون عايش هنا عشان اكلمه؟ انا مش فاهمه يا استاذ. اطلاقا
اطلاقا. انا ابويا وامي الله يرحمهم كل ما يوحشوني اكلمهم، ده انا كل يوم بالليل بقعد في بيتنا اكلمهم ويكلموني. انا اسفه جدا ان انا اتعصبت يعني سنه، بس بصراحه انا اعصابي تعبانه قوي يعني. خالص، انت تعملي اللي انت عايزاه على فكره. اتفقنا؟ اتفقنا. عندك اسبوع تعملي اللي انت عايزاه بعد صباح الخير دي. حاضر. ماشي. ميرسي قوي على حضرتك، ممكن اعدي بقى؟ انا يعني عايزه امشي خلاص. بس هو احكي لي، طب ايه موضوع جدك اللي بتكلميه وهو ميت؟ تاني تدخل تاني؟ هو انا يا استاذ سالتك بتكلم المرحوم او المرحومه بتقول لهم ايه؟ يعني انا ما سالتكش يبقى ما تسالنيش. ممكن؟ انا اسف يا سندي. انا ما كانش قصدي اضايقك والله، بس على فكره ما عنديش مانع تساليني انا بتكلم معاهم واقول لهم ايه. انا تقريبا مش بتكلم مع حد غيرهم لان انا ما عنديش ثقه في حد غيرهم. انا شخص ما بحبش اختلط بالناس وما بثقش فيهم، ودايما بحب ابقى لوحدي كده عشان الناس ما بقتش زي زمان يا سندي. طب اقول لك على حاجه، ديكي معديه اهو بالصدفه. امبارح كنت بكلم امي لسه، بقول لها ماما انا نفسي اكل مكرونه بشاميل زي اللي كنتي بتعمليها لي. جالي صوت في ودني كده بيقول لي بالظبط طريقه عمل المكرونه بشاميل، عملتها كانها هي اللي عاملاها لي. الله يرحمها. ربنا يرحمها يا رب. هقول لك على حاجه، يا ريتها ترجع ساعه واحده بس، ساعه واحده بس والله، وانا اللي عامل لها مش هي اللي تعمل لي. انا اسفه جدا انا فكرتك يعني بالايام دي. بص انت لو عوزت اي وصفه اكل. والله انا كنت عارف انت باين عليك انك طيبه يا سندي، اجي لك واحده اعمليها لي. تجي لي ايه؟ شوفها على يوتيوب. انا مالي، عن اذنك بقى عشان انا متاخره على المسانيس. يا بختكم. مين دول؟ المسانيس. انت بتعمل امشي 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 خلاص امشي. اهلا يا هانم، عندك تاخير نص ساعه، مخصوم منك ربع يوم. والله عندي سبب قهري هو اللي اخرني. قهري؟ اه قهري ده هناك في الوظايف المعتاده، انا هنا ما عنديش قهري، هنا النظام يطبق على الكل، على ابويا الله يرحمه. وابوك ذات نفسه هو اللي اخرني، ده انا غير رغي مش طبيعي. ايه ده ايه ده ايه ده يا مدمزل، ازاي ترفعي التكليف مع مديرك بالشكل ده؟ ايه ابوك دي؟ انا ما اسمحلكيش، احترمي مديرك. انا هكتفي بخصم الربع يوم وده اخر انذار ليكي. يا عمي بقى ارجوك يا عمي كفايه. انا عمي هدبب. ترك عمي دي هناك في البيت. انا لابس العبايه المغربي وبصلي بيها العشاء، انما انا هنا مستر عز. اسمي مستر عز، فهماني؟ مستر عز. مستر عز مستر عز. سوري والله بصراحه كده انا السبب ان اخرت سندي النهارده. فعلا؟ ايه ويا ترى ده حصل ازاي؟ اصل انا ماما تعبت قوي امبارح، وسندي بقى كتر خيرها والله وصلتني بعربيتها واصرت انها تبات معايا. لا الف لا باس على ماما، الانسانه الجميله دي اصرت تبات معاكي. طب وايه سبب التاخير النهارده؟ ما هو اصل ماما تعبت تاني قوي النهارده، وسندي بقى كتر خيرها برضو والله وصلتني. انت وصلتيني بعربيتك وللمستشفى وبعدين جينا على هنا. يا سلام، قد ايه ساندي انسانه جميله ومحبه للخير. معلش بقى يا مستر عز، نكمل كلامنا في البيت. فعلا فعلا والله يا مستر عز، دي ساندي دي صاحبه واجب قوي، واهلها دي اهلها ناس طيبين قوي كمان. انت عارفه اهلها؟ وحضرتك ما تعرفهمش ولا لا؟ دول ناس كمل. طب ده انا حتى كنت لسه عندها بزورها في البيت اول امبارح. كنت نايمه. ومامتها بقى، مامتها كان هاين عليها تشيني من على الارض شيل. فعلا لا تشيلك تحت الارض شيل بقى، مخصوم منك نص يوم كده يا مستر عز. طب انا عملت ايه طيب دلوقتي؟ ده تقدري تسميه بدل كذب وتحوير. اما انت هكتفي بالربع يوم. تمام. اتفضلوا شوفوا شغلكم. ماشي. الله يخرب بيتك، جايه تكحليها عمتيها ليه؟ هو كان باين عليا اني بحور؟ مفيش، اصل اللي ما تعرفوش ان مستر عز ده يبقى عمي وعايش معانا في نفس البيت، بس هو محرج عليا ما اقولش لاي حد هنا في السيرك. عشان مستر عز بتاع الشغل غير عمو عز بتاع البيت. يا نهار اسود. طب انا كده شكلي بقى عر قوي قدامه. طب والله العظيم كنت بحاول اساعدك وبطلعك من الموقف الزباله اللي انت اتحطيتي فيه ده عشان يعني ما يقعدش راضي فيكي. هو كده لو ما رضاش حد جسمه يقعد ياكله. كان لازم يعني تتكلمي يا شيماء. بس انا مش فاهمه يعني هو عمك ازاي وبيطلع عينيكي كده؟ ده انت يا بنتي المفروض لو عمك ده نائب مدير السيرك ده انت تترسمي كده وتتعوجي على الناس كلها. عشان طول عمري فقريه وماليش حظ حتى في الواسطه. وبالمناسبه امي الله يرحمها اللي انت زرتيها اول امبارح دي ماتت من 5 سنين، يعني عشان لو حبيتي تقري لها الفاتحه ولا حاجه. شفت يا بودي اللي حصل لي النهارده؟ بقى انا على اخر الزمن اقول صباح الخير للي رايح واللي جاي كده عادي؟ ايه ده؟ ده الناس كانت فاكراني مجنونه، ده انا نفسي كنت فاكره نفسي مجنونه. ولا شفت اللي اسمه شادي ده كان مبلم ازاي؟ كان مبلم كده. بس اقول لك على حاجه، شادي ده شكله طيب ومش مؤذي. مش عارفه ليه كنت بعامله وحش قوي الايام اللي فاتت، ما كنتش برد عليه لما بيقول لي صباح الخير. بس لا يا بودي، لا انا مش هقول لحد تاني صباح الخير عشان ما حدش يتعود عليا تاني.
انا ممكن بس ابقى اعمله يعني صينيه مكرونه بالبشاميل عشان يعني ما يحسش ان قمت وحشاه قوي كده. بس مش هديها له انا، لا انا هخلي شمعي اللي تديها له. انا من بعيد كده، ما مش هعمل كل حاجه، مش هقول صباح الخير وكمان هدي مكرونه بالبشاميل للناس، يختاروا حاجه واحده بقى. ولا انت رايك ايه يا بودي؟ خد خد ازقز ازقز اورش براحتك. امسك عم مسلحي، عم مسلحي، عم مسلحي. ايه ايه هاي إيه؟ انت مالك سمعك بقى تقيل كده ليه؟ انا بشيل، انا شلت حاجه طول النهار في مشاوير. تشيل ايه ده، انت رحت خالص. الله يخليك يا استاذ ساندي، وانت وحشتنا جدا والله. وانت كمان والله. بقول لك ايه، انا عايزه شويه سبلايز وكوزماتكس لبودي وطمطم. ايه؟ عايزه شويه سبلايز وكوزماتكس لبودي وطمطم. عايزه شامبو بريحه اللافندر لبودي، وعايزه بلسم بحبيبات الليمون لطمطم، وعايزه بقى ازازتين كده بديل للزيت يكون غني بالبروتين، بس لو مش غني بالبروتين انا مش هاخده. تمام. حفظت ولا اكتبهم لك؟ الف هنا وشفا على بدنهم. تمام الف هنا. لا طب هات لي ورقه وقلم، انا هكتبهم لك. ساندي ساندي. ايه بقول لك إيه؟ ايه انت مش نفسك تغني في الكشك؟ كشك ايه؟ الكشك بتاع المطرب لؤي. ايه ده، هو لؤي فتح كشك عندنا؟ كشك ايه اللي هيفتحه لؤي هنا ده؟ امال ده الكشك بتاع حفلته. انت ما عرفتيش ان السيرك هيعمل حفله عندنا هنا لؤي؟ لا انا ما اعرفش، هو ايه علاقه الكشك بالغنى؟ انا مش فاهمه حاجه. لا ده انت في البلوزه. امال عمك ده بيعمل ايه بس يا بنتي هنا ده؟ ما هو السيرك قرر ان يعمل مسابقه يقدم فيها كل اللي اصواتهم حلوه في الغنى، واللي هيفوز بقى في التصفيات هيغني دويتو مع لؤي، وكمان هيصور معايا الفيديو كليب بتاعه الجديد. يا ريتني كان صوتي حلو بس يا ستي. والكشك ده بقى اللي المتسابقين هيسجلوا فيه اغنيه يقدموا بقى فيها في المسابقه. هو في حد يغني في كشك؟ كان اعرف ان الواحد يعني يعرف كشك سجاير، كشك حاجه ساقعه، انما كشك غنى؟ يا بنتي غني وخلاص، غني بقى. امشي يا شيماء. كشك غنى؟ ايه الهطل ده؟ ساندي. لا لا معلش، انا مضطر امشي. معلش عايزك دقيقه بس. لا كده جدي هيقفش لو ما كلمتوش. يوه، هو انت كنت عايز حاجه؟ انا عايزك في حاجه محدش هيساعدني فيها غيرك. حاجه ايه؟ انا عايز اجيب نسناس. نسناس؟ وتربيه فين ده؟ في بيتنا. بيتكم؟ يعني انت عايزني اجيب لك النسناس ولا اعمل ايه؟ انا عايزك بس تفهميني اتعامل مع النسناس ده ازاي، تديني مفاتيحه، تقولي لي اخليه يحبني ازاي، يفهمني ازاي. هو انا اعرف ان الواحد يربي كلب قطه، لكن نسناس يعني مش غريبه دي شويه ولا ايه؟ لا خالص مش غريبه شويه، وبعدين النسناس ده من احسن الحيوانات في الدنيا، اكتر كائن وفي النسناس. هو انت قصدك الكلب ولا النسناس؟ النسناس طبعا، بقول لك اكتر حيوان مخلص النسناس. وفي ايه ده، بودي لسه قارمني. طب اقول لك على حاجه، النسناس ده مش كائن سهل انك تعيش معاه، محتاج بيئه خاصه ومعامله خاصه وكده. انت اصلا لو شفت النسناس من بعيد ممكن تحبه وتقول عليه لذيذ، بس لما تقرب منه هتحس ان هو يعني مش هتستحمله الصراحه. لا 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 لا. ايه اللي بيحب حد بيستحمله تحت اي ظروف. وبعدين يا ستي انا بحب النسناس، انا عبيط وبحب النسناس. انت مالك؟ بحب النسناس. طب بص، لو انت الموضوع وصل معاك للدرجه دي انا ممكن اكلم لك مستر عز يجيب لك من والدك الجديده، او اقول لك انا ممكن اجيب لك من عم سعفان بيجيب نسناسها حلوه قوي، هتحبها. ممكن امشي بقى والنبي. عم سعفان انا متشكر جدا. انا كمان شكرا. معلش ما تلمسش. انا اسف. أوكي. انا اسف. ايوه هو اخبار بودي وطمطم ايه؟ اصل انا عارف والسيرك كله عارف ان بودي عينه من طمطم، بس هي ما بتفهمش، فده يعني عيب في بودي ولا هو اللي مش عارف يلفت نظرها ولا مختار فصيله غلط ولا ايه؟ هو فعلا مختار فصيله غلط، بس هي كمان يعني مش عارفه تتاقلم مع بقيه الحيوانات مش بودي بس. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه عشان بودي تحس بيه طمطم؟ طب انت بتزعلي ليه يا ستي؟ بودي مقطع لي قلبي. ايوه طب انا والله العظيم لو في ايدي حاجه هعملها لهم هعملها لهم، بس اظن الموضوع محتاج معجزه. طب امشي 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 بقى امشي. ايه ده؟ ازاي يعني؟ يا سلام، يعني مفيش لا خضه ولا يلهوي ولا الحقوني ولا كراسي مبلوله. انا عملت اللي انت طلبته مني وصبحت على كل الناس. طب وحسيتي بايه؟ بص انا حسيت باحساس اول مره احسه، يعني مش عارفه اوصفه. هو ما كانش وحش يعني، انا ببساطه شويه مش قوي، يعني حسيت ان انا ممكن اقف مع الناس عادي، كان حلو يعني مش قوي. ده بقى تقدري تسميه التصالح مع الناس. انت ليك دلوقتي مبسوط ان انا يعني نفذت لك طلبك؟ لا ولسه،
الانبساط الحقيقي لما تنفذي الطلب الاهم اللي انا عايزك عشانه. طلب ايه تاني؟ صباح الخير وقلت ابتسامه في الوش وابتسمت، اكتر من كده مش هعمل. انت شفت الكشك بتاع الغنى اللي عاملينه في السيرك عندكم؟ ايه ده جدا، هو انت بتخش السيرك عادي؟ لا، بيوقفوني على البوابه ويقولوا لي ممنوع دخول الارواح. ركزي معايا بقى. ايوه ايوه شفته، في ناس مجانين بتخش تغني جوه كده. انا بقى عايزك تبقي مجنونه انت رخره وتعملي زيهم. اشمعنى؟ انت مش طول عمرك بتحلمي تبقي مغنيه وتنجحي وكل الناس يعرفوكي؟ لا ده كان زمان، دلوقتي لا خلاص، انا دلوقتي مدربه نسانيس قد الدنيا. ايوه بس خوفك وجبنك من الناس هما اللي مانعينك انك تاخدي الخطوه. انا جاي لك عشان اخليك تكسري الخوف ده وتحققي احلامك. هو انت سايب الدنيا كلها وجاي لي عشان اغني؟ هتستفيد ايه لما اغني؟ مش لازم نبقى مستنيين حاجه من مساعدتنا للناس اللي مننا وبنحبهم، انما في حالتك هترفعي اسم عيلتي لما تتشهري وتبقي نجمه قد الدنيا، واسم التبع اللي ياما خوف جيوش الاحتلال هيرجع تاني يرن. هو انا هغني ولا هحارب؟ هتحاربي وانت بتغني. ازاي بقى ان شاء الله؟ هعمل اغنيه تفرقع يعني جامد؟ صلاه غلبويه زي ابوك الغتن. والله بابا ده طيب وبيحبك قوي، ده دايما كان بيحكي لي عن البطولات بتاعتك وعربيتك اللي كنت بتحارب فيها للانجليز. ده بروحي انه بيقول كده عشان عايز يشوف بيها على العربيه، ده عمره ما قرا على روح الفاتحه ولا حتى المعوذتين. هتنفذي كلام اللي قلت لك عليه عشان ما ازعلش منك وهتغني. اغني؟ انسى كده بقى، هتخليني اقلب على الوش التاني. اعمل اللي تعمله، انا اصلا بكسف اغني قدام بابا. هتبقى لعنه يا ساندي، لعنه اصيب بيها اكتر حد انت بتحبيه. لعنه؟ لو النبي يا جدو بلاش لعنه، والنبي ابوس ايدك يا رب يا جدو. لا اله الا الله. يا ابراهيم قول لي في ايه؟ مالك؟ ايوه مالك يا بابا، مالك في ايه يا حبيبتي؟ الحقي باباكي، باباكي من الصبح في الم، ما انا مش قادر اقفشه. بقول لك ايه، انا هروح اجيب دكتور. الموضوع مش موضوع دكتور، انا عارفه مين اللي عمل كده. من النهارده احنا مش هندافع، احنا هنهاجم. انت كده ابن ده يا ده الشيخ باروق، ده انت عفيف جارتنا هي اللي رشحتهولي، بتقول عليه شاطر جدا. قطيعه ايتها الروح المؤذيه، اخرجي الان من البطن، اخرجي على هيئه غازات. لا غازات، لا غازات، لا مش هتستعملوها وهي مجربة. أمها الله يرحمها بقت مخنوعة. إيه؟ هعمل إيه دلوقتي؟ إيه ده؟ أنا فعلاً بقيت أحسن، مش حاسس بوجع خالص. بجد يا بابا؟ صدقيني أنا كويس أهو. أنا كده خلصت مأموريتي أو نص مأموريتي، بعد إذنك أروح أكمل بقية المأمورية. أهلاً وسهلاً بيك، قهوتك ومطرحك، وبإذن الله مش هتروح النهاردة إلا وعقد العربية في جيبك. متأكد إن هي سليمة مفيهاش أي عيب؟ عيب؟ ده انا خميس مصلحه. طب كلمنا عن العربيه شويه. العربيه دي اصلا موديل الاربعينات بتاعت اخو الملك فاروق. هو الملك فاروق كان ليه خاص بيان؟ هو ما كانش اخوه، كان ابن عمه، بس من كتر ما هو عايش معاهم في القصر اعتبره اخوهم. وايه اللي وصله للحاج ابراهيم؟ والد الحاج ابراهيم ده كان بطل من ابطال المقاومه. العربيه دي غير اللي هي تاريخيه، هي شم ريحه البطوله. شوقتني. لعلمك العربيه دي لغايه دلوقتي بيجي لها زباين كده. طب ليه ما اتباعتش؟ هو اي حد اصلا هيشتريها ويقدرها ويعرف قيمتها. مساء الخير يا استاذ خميس. أنا يا عم وردة، أمال الحاج إبراهيم فين أصلاً؟ الحاج إبراهيم روح. روح إزاي؟ ما أنا أصلاً قلت له رايح مشوار وراجع له كمان شوية وقال لي هستناك. لا لا، أصل هو جاله مغص فروح، أنت لو عايزه بقى بروح له البيت. ما تقلقش، يلا بينا نروح له البيت وإن شاء الله هنكتب عقد العربية هناك. العربية دي كتاب تاريخ، أنت عمرك شفت كتاب تاريخ ماشي على الأرض؟ لا. يلا هوريها لك، يلا بينا. شوف يا عم الحاج، انتوا دلوقتي قدام لحظة تاريخية هتشوفوها لايف بعينيكم، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة وتقدر تقرا الفاتحة على روح المرحوم ابوك بعد اذنك. تفتكر يا سندي هينجح في انه يطلع روح جدك من العربية؟ تفتكر هيطلع سليم من العربية؟ مش عارف. انت بقى عامل لي فيها شبح وعايش لي دور البطولة ولا ايه؟ ها؟ حبيب قلبي الانجليز خلاص مشيناهم من البلد واتصالحنا معاهم وبقينا حبايب، ده حتى ابننا صلاح بيلعب عندهم في الدوري. ها مالك انت بقى؟ انت بتقابل السنتر ليه؟ وريني بقى يا عم الوحش. ياما ياما، خرجوني من هنا، خرجوني من هنا بقى. هو قلب عين اهو. ده بيمو، ده بيمو. لا لا انت عايز ايه؟ اصبري يا بنت اصبري. انت عايز ايه؟ عملت لك
جرى ايه يا ابراهيم؟ ايه اللي بيحصل في العربيه ده؟ شفت خميس؟ شفت راح ابويا؟ طلع سكنة في العربيه وجبنا شيخ عشان يصرفها، طلع بيتروق زي ما انت شايف كده. انت مش قلت لابوك مات وهو بيقاوم المماليك؟ مماليك ايه بس؟ بقول لك ايه، انا مش قايل لك 30 مره شفتنا ام زبون العربيه دي، خلينا نلبسها له. ما تشرفناش بالاخ. ما انا الزبون اللي كنت هلبسها. والله ما حد لابسها غيري. في تهريج يا استاذ. الحقوني. بقول لك يا ساندي، تعرفي تجري؟ ساندي ما هو انا من صباحيه ربنا وانا مش نايم طول الليل، قلت لي خايف اركب العربيه لوحدك، قلت لك حاضر ونفذت لك اوامرك. ايه لازمتها بقى افضل متذنب طول اليوم عشان اروحك وانت راجعه بالليل؟ عشان ما ارجعش لوحدي واستفرد بيا. يا بنتي ما خلاص، مش جاي الشيخ برقوق بتاعك ده هو اللي قدر عليه وطلعه؟ اي نعم الراجل اتجنن ومخه لسع، بس اكيد نجح في مهمته. وانا ايش ضمني بقى انه نجح؟ لان من امبارح ما سمعناش حاجه، وبقالنا ساعه في العربيه اهو ما سمعناش اي صوت خالص. عشان واخد على خاطري من اللي عملته معايا. والله العظيم يا بابا هي اللي جابت الشيخ، قلت لها عيب يا ساندي، ده جدك حبيبك، قالت لي مالكش دعوه انا اتصرف معاه جد. ايه؟ اخص عليك يا ساندي، ما ده برضه الرد الجميل اللي انا جاي اعمله لك، مع اني قايل لك اني جاي اساعدك مش جاي اذيكي. ما هو انت يا جد اللي بدات وبتطلب مني حاجات انا ما بعرفش اعملها خالص. تعملي ايه وجميل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طلب مني ان اقدم في مسابقه الغنى اللي معموله في السيرك، وانا اصلا بتكسف في اروح الكوافير او ما اغني قدام الناس يا بابا. لا تغني قدام الناس لا يا بابا، استحاله، انا استحاله اعمل المسخره دي طول ما انا عايش. لو ما عملتش اللي انا طالبه منها هوريك ايام سودة واربيك التربيه اللي ما لحقتش اربها لك قبل ما اموت. لا لا لا، ايام سودة ايه؟ تغني وتسمع كلام جدها طبعا يا بابا. تخرسي خالص ما اسمع صوتك، انت عايزه بعد العمر ده كله اعصب ابويا انا في السن ده؟ يعني انت موافق انها تغني؟ على الطلاق لو عايزه تشتغل رقاصه وانا طب الله خدامك يابا. كده يبقى انا رضيت عليك، وانت هتبداي من الكشك. كشك ايه؟ مش هغني في كشاك انا. هو عايزه تغني في كشك؟ انا خدت قرار ومش هجع فيه، انا برفض عرضك يا جدي ومش هخاف منك تاني. طب يا بابا بقى خصكم مع بعض، انت مش غريب، ده عربيتك يعني. بالاذن سلام عليكم. انت رايح فين؟ انا استاذنت من بابا اهو. سلام عليكم. اتفضل. استنى يا بابا، انت ايه؟ انت هتبقى معايا لوحدي؟ وانا سامعك مع حد غريب، ده جدك حبيبي. انا خايف اقعد معايا لوحدي، خليك كده والنبي واستنى معايا. اركبي بقى بلاش شغل عيال بقى. تعال يا اسطى. بابا استهدي بالله يا ساندي وركبي وبطلي شغل العيال الصغيره ده. مش راكبه يعني مش راكبه، واللي عندك اعمله، ومش هعمل حاجه غصب عني تاني. انت ايه؟ ما عندكش دم يا بنت؟ عيب تكلمي جدك بالطريقه دي؟ انا لحد دلوقتي ماسك روحي، مش عايز اعمل حاجه تزعلك. وريني هتزعلني ازاي؟ ولو عربيه هبيعها وانت جواها، خلي بقى اللي يشتريها يعمل لك بقى اغاني وفوازير واللي انت عاوزه، انما انا لا، انا لا. ماشي يا ساندي. انا جدي المرحوم كان طالب مني يعني شويه حاجات وانا كنت عايز اعملها له، بس انا ما انا كنت قافشه، بس انا تمام دلوقتي. انا اسمك يا لهوي، الموضوع طلع بجد. اسكتي يا شماء، ما شفتيش الناس وهي ملمومه عليا وفاكريني مجنونه عشان بكلم العربيه وهي فاضيه؟ بتضحك عليا يا شيماء؟ بقول لك مجنونه يا شيماء. يا بنتي عندهم حق، ده انت يا بنتي لما قلتي لي الموضوع ده قبل كده كنت فاكراكي يعني بتصاحبيا ولا بتهرجي معايا. اهرج ايه؟ انا حاسه اني بقيت عايشه في جحيم، يعني يوم ما يطلع لي روح بدل ما تحقق لي كل امنياتي يطلع لي روح جدي وتقول لي غني. يا سلام، قال يعني انت مش عايزه تغني؟ انا؟ انت اشحال، انا لما بشوفك من فوق وانت قاعده تحيي الجماهير اللي مش موجوده دي اصلا. يا شيماء لا يا شيماء، عمري ما عملت كده. بذمتك انت مش عايزه تغني؟ لا طبعا. احلفي كده. ما احلفش. يا سلام. والله بس كده يا شيماء. عم مسلحي، عملت ايه في ورق السبلايز اللي طلبتها منك؟ والله يا انسه يا ساندي، انا قدمت الورقه لمستر عز بتاعه السبلايز. ماشي، قالك ايه بقى؟ قال اطلع بره. معلش، تلاقي مودو ما كانش رايق ساعتها. موتو؟ مودو ما كانش رايق. انت بتزعقي ليه؟ ما انا سامع. وانت اللي عامل لي كده يا عم مسلحي. بص بقى، دي لسه الوجبات الجديده، المنيو الجديد بتاع بودي وطمطم، سامعني؟ ده المنيو الجديد. بتزعقي ليه؟ ما انا سامع. ماشي. بص بقى، الاكل ده عشان اخف من الاكل القديم، الاكل القديم بيوجع لهم بطنهم. ماشي. بص ده عايزه 2 وجبه تشيكن وينجز. بس ما تكونش سبايسي عشان بودي بطنه بتوجعه، عنده مغص. ماشي. وعايزه صدور فراخ بصوص الخردل. وفي الاخر خالص هتلاقي بقى حلويات، 10 اكلير و10 ملفي. لا مؤاخذه يعني، هم الحلويات دي هياكلوها ازاي؟ لا ما دي الحلويات ليا انا. ماشي، روح بقى اصرف بقى الاوردر ده من الاداره وخد الفلوس. حاضر. ماشي. عم سعفان كان بيسال عليكي.
بجد؟ اه ماشي. ايه ده؟ انت سلمت من عم سعفان؟ لسه مستلمه دلوقتي بس طلع طيب قوي. ايوه هو فعلا عم سعفان طيب قوي. انا مش بتكلم على عم سعفان يا سانتي، انا بتكلم عن الناس. واضحه ولا اوضح؟ لا واضحه. واضحه بس بجد انا متشكر جدا، انت خليتيني مبسوط قوي. لا عشان كده انا كمان هعمل لك حاجه تخليكي مبسوطه جدا. لا لا تمام، انا مش عايزه حاجه. انت تعمل ايه؟ مش هاخدك ونخرج يعني، هفرجك اللعبه الجديده اللي هعملها في السيرك. لعبه ايه؟ تعالي اوريكي. ماشي. الله 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 الله، انا مبسوط مستر عز، مبسوط. انا شايف وجوه جديده انضمت لنا النهارده. مين العبقري اللي راح اشتراهم وعمل بهم اذن صرف؟ لا الحقيقه يا فندم انا اللي اشتريته، بس ما عملتش بهم اذن صرف ولا حاجه. لا انا شاريه من فلوسي. شاريه على حسابك؟ ايوه يا فندم. هايل يا شادي، عظيم. انا شايفك كده طول الوقت، انت انسان بتحب المكان اللي تشتغل فيه، بتدعمه بعناصر جديده. ده اللي انا طول الوقت بحاول ازرعه فيكم يا اولاد، واديني حصدته. طبعا احنا سيرك واحد، اسره واحده والجيب واحد. لا هو حضرتك فاهم غلط، هو مش جايبه للسيرك، هو جايبه لبيته. لبيته؟ اه. يعني ايه لبيته؟ بتاكلوه ايه بقى، مقلي ولا سنجاري؟ معقوله؟ يا ابني بدل ما تخش عليهم بكيلو عنب بناتي داخل بنسانيس. لا يا فندم مش باكله ولا حاجه، انا جايبه عشان اربيه. تربيه؟ اه. ليه؟ ناوي بعد الشغل تسرحبه؟ لا مش هسرحبه ولا حاجه، انا جايبه عشان اربيه في البيت، كانه كلب عصفوره سمك يعني. اه كلب وعصفوره. انا فاهمك كويس قوي يا شادي، ما تلعبش عليا الالعاب دي. انت عندك تطلعات، عندك طموحات، دايما باصص لفوق، عاوز تبقى قرداتي. ايه ده كل ده عشان جاب نسناس؟ على فكره انا اللي جبته له كمان. أوه. يعني متامره معاه على السيرك، بتحاولوا تضربوا السيرك وتعملوا فقرات منافسه خارجيه. هدي نفسك، انا هاخده دلوقتي واروح ومش هتشوفه تاني. حلو كده يكون افضل. اي خبر. وانت يا انسة ايه الطلبات اللي بتجيبيها للنسانيس دي؟ كل شويه تبعت لنا حاجات غريبه مع عم مصلح الحارس، معقول كده؟ ايه دي طلبات عاديه جدا، وبعدين عشان احسن من مستوى ادائهم لازم احسن من مستوى الخدمه اللي انا بقدمها لهم. ايوه يا عزيزتي، بس مش لدرجه انك تجيبي لهم شامبو بريحه اللافندر والورود الجبليه. ده انا امي اللي اسمها امي لما كانت بتحميني في العيد كانت بتحبيني بصابون مبشور من بتاع المواعين. هو انت ليه رابط عقد طفولتك ومشاغلك مع امك بحيوانات؟ امك؟ انت بتقولي امك في جمله منفصله كده بطولها؟ امك مخصوم منك نص يوم، ومخصوم منك نص يوم تاني عشان مؤامرتك مع الاخ ده، وعشان طلباتك الغريبه اللي بتحمل السيرك فوق طاقته. يوم كامل خصم عشان امك. اتفضلوا التزموا بتعليمات السيرك اللي انا حاططها طبقا لرؤيتي. بعد كده يا ستي لما تيجي تقولي له امك ما تقوليهاش لوحدها، تعالي. دي بقى يا ستي لعبتي السحريه الجديده، مرايه الحقيقه اللي انت هتكوني اول واحده تقف قدامها. ودي عباره عن ايه؟ هنختار واحد من الجمهور، بس طبعا هيكون تبعنا، وهوقفه هنا قدام المرايه واساله انت شايف ايه، والمرايه دي هتبقى متوصله بشاشه وكمبيوتر، وهيتفاجئ ان اللي هو بيقوله هيظهر قدامه بالظبط. طبعا كل الناس هتتفاجئ، وكله هيخاف ويقوم يلعب اللعبه دي لا تفضح اسراره. وبكده نبقى ضمننا اللي هيطلع تبعنا وبس. طب وانت عايز نجربها ليه؟ بدل اللي انا هفكر فيه مش هيظهر على المرايه. هنلعبها كده وكده. هنلعبها في دماغنا. بصي في المرايه كويس وقولي لي شايفه ايه. شايفه كرش بدا يظهر من كتر الاكل اللي باكله هنا. مش من بره، من جوه. مفيش مرايه في الدنيا بتوري الانسان من جوه. مش جايز مرايتي انا تقدر؟ اقلعي نضارتك وبصي في عينك كويس جدا وقولي لي شايفه ايه؟ شايفه طفله وحيده، ما عندهاش حد تلعب معاه غير دبادبها، وعندها قطه هي اللي بتونسها وهي اللي خليتها تحب الحيوانات، وبعد كده بقت بتحب بس تتكلم معاهم هما بس. والطفلة دي حاسة بإيه؟ حاسة بخوف. خوف اتزرع فيها من وهي صغيرة من كتر ما اتقفل عليها. أمها كانت دايماً تمنحها تختلط بالناس. ممكن تكون يعني عشان كانت خايفة عليها. بس لما كبرت بقت بتخاف من كل الناس. وشايفة إيه غير الطفل؟
شايفة بنت مراهقة كبرت، بس أمها ماتت، وأبوها حاول يساعدها في موضوع الخوف ده، بس خلاص الخوف ده بقى جزء من حياتها من كتر الكلام اللي كانت بتسمعه. ما تروحيش، ما تجيش، ما تلبسيش، واطلعي يا سندي البلكونه لاحسن ابن الجيران يشوفك، لحد ما بتقفل عليها البيبان طول الوقت. طب سيبك من اللي فات وقولي لي ايه اللي يخوف دلوقتي. انا شايفه بنت بتخاف من اي حاجه تيجي على غفله، سواء حلوه او وحشه. حد بتحبه يموت على غفله، حتى الحب، حتى الفرحة، أي حاجة بتيجي على غفلة بتخوف قوي. وإيه اللي يخوف من الحاجة اللي هتيجي على غفلة؟ خصوصاً لو كانت حاجة حلوة، فرحة أو حب. عشان الحاجة اللي بتيجي على غفلة دي بتشلك، بتخليك لازم تاخد القرار من غير ما تفكر. عشان كده أنا بخاف من أي حاجة بتيجي على غفلة. طب سيبك من الماضي والحاضر، وقوليلي شايفة ايه في المستقبل؟ شايفة ايه في الصورة اللي قدامك دي؟ شايفة ايه جواكي في سرك؟ انا شايفة حاجة بس مستحيل تحصل. هي ايه؟ انا شايف انا لازم امشي. استاذة ساندي الحق بودي يا استاذة ساندي. عن اذنك. في ايه؟ في ايه يا عم مسلحي؟ بودي عمال يرجع لحد ما اغمى عليه. يا نهار اسود، طب جيب الدكتور البيطري بسرعه. ايه؟ جيب الدكتور البيطري. لسه ما وصلش. سيبها اعمل ايه؟ هنفضل واقفين كده؟ اتصرف عشان خاطري. امسكي. روح هات لي بودي في القفص بتاعه. انت متاكد من الدكتور بتاعك؟ ايوه، كان بيعالج الكلب بتاعي. طب احنا نلاقيه بدري كده؟ هو كده كده عيادته جوه بيته. انا هكلمه صحيح واحنا في الطريق. طيب ماشي، يلا بسرعه والنبي. اربط الحزام. شيماء، يا شيماء. ايوه مستر عز. امال فين المدربه العظيمه زميلتك؟ راحت فين؟ مش شايفها. مشيت. مشيت؟ يعني ايه مشيت؟ مشيت. تلاقيها بقى راحت تطمن من مامتها الله يرحمها. هي طب خالها ايه النهارده؟ ولا راحت تزور مامتك العيانه؟ لا، هي خرجت راحت مشوار تاني خالص. خرجت؟ خرجت؟ ايوه خرجت يا مستر عز، خرجت. انت بتقولي المعلومات بسهوله وانت عايزه تشليني؟ يعني ايه خرجت؟ خرجت من السيرك؟ ايوه. من غير استئذان مديرها؟ ايه ده؟ موظفه تتغيب من غير ما تاخد مني اذن؟ ما هي ما مشتش لوحدها ولا حاجه، هي مشيت هي وشادي كمان. يا حبايبي دي فسحه بقى، اتنين موظفين تحت ادارتي يخرجوا من السيرك اثناء مواعيد العمل الرسميه؟ طبعا، ما احنا مش في سيرك محترم، احنا في طابونه. ما هو يا مستر عز اصل انا هفهمك، يعني اصل بودي بلا بودي بلا بودي، انا اتخنقت منك ومنهم ومن القصه دي. مسلسل الكرتون ده انا هقفله. بقول لك ايه، قسما عظما لما يرجعوا اشوف وشهم ليهم معايا حساب عسير. اما انت فانت عارفه. لا بس يا مستر عز، انا مخصومني كتير قوي. انا مش عارفه اشكرك قد ايه انك وديتنا للدكتور. بصراحه انا كنت خايفه قوي على بودي اللي هيكون اتاذى بسببي. يا ست ولا شكر ولا حاجه، الحمد لله انها جت على قد كده، يعني شويه تلبك معوي من كتر السوداني اللي انت بتاكليه له. بس خدتي بالك الدكتور قال لك لازم يتجوز؟ ها، لازم يتجوز عشان الجواز سطر. ما انا مش عارفه بقى اعمل ايه في موضوع الجواز ده. وبعدين مستر عز مش هيرضى يطلع ولا مليم عشان يجيب نستاسه جديده. طب واللي يحلها لك؟ يا ريت. هتعمل ايه؟ سهل، هروح لعم سعفان ارجع له النسناس اللي هو الدهون واجيب بدله نسناسه ونجوزها لبودي ويبقى زيتنا في دقيقنا. بجد؟ يعني هترضى تغير يعني النسناس بتاعك عشان خاطر بودي؟ بس طبعا ليا شروط. ايه بقى؟ بص، احنا طبعا في الاول هنسال عليكوا. ماشي. وبعدين هي اكيد هيبقى ليها شويه طلبات، ما احنا لازم ندلع البنت، يعني مش هنرميها. ماشي، لو انت عايز اجيب شبكه ومهر احنا تمام، احنا ممكن ندفع. والله يا ساندي اخر همنا، احنا بنشتري نسناس. انا بس كل مشكلتي ان احنا عيله محافظه شويه، فهيبقى بالنسبه لي صعب جدا ان بودي ينزل مع النسناسه لوحده. فانا هستاذنك يعني لو ممكن تبقي انت نازله مع بودي وانا انزل مع النسناسه، بحيث ان احنا يبقى عندنا على الولاد، يعني واخده بالك، يبقى معاهم رقيب. ماشي، انا ما عنديش مشكله ان انا انزل مع بودي. بجد؟ ايوه. موافقه؟ موافقه جدا. طب نقرا الفاتحه؟ لا معلش، سوري. بس بقول لك ايه، موضوع روح جدك ده هلك من الضحك بصراحه. انت بتتريق
على فكره انا عارف الموضوع صعب ان حد يصدقه يعني. لا واتريق ليه بس يعني؟ سمعت طول عمري عن روح بتلبس راجل، روح تلبس ست، انما روح تلبس عربيه دي بالنسبه لي بصراحه غريبه. طب اسكت. اللي هو فين صحيح؟ نايم ولا ايه؟ لا لا مش. يا جدو هتندم. يا جدو اقسم بالله هتندم. اصحى يا جدو، انت خايف مني ولا ايه يا جدو؟ اخاف منك ايه يا قد انت يا قد؟ تحب اجيب لك اسهال دلوقتي زي بودي واخليك تعملها على روحك؟ ايه ده؟ ما تعرفش ده جدو. جدو انت هتستهبلي؟ والله جدو. جدو ايه؟ ساندي ده بيت خالتي، ممكن تنزليني هنا؟ لو سمحت. انت مش راكب ميكروباص يا ضنايا، وخلصوني الموضوع ده بقى عشان انا وقتي محدود. انا استجدعتك عشان وقفت جنبها وساعدتها، واستجدعك اكتر لو اقنعتها تنفذ اللي طلبته منها. بقولك يا جدو، ده موضوع ما بيني وبينك ما تدخلش اي حد، وبعدين انا قلت لك قراري، مش كل شويه اعيد وازيد في نفس الكلام. ايه انت بتقولي؟ ايه بتقولي؟ ايه هو عايز؟ ايه هو عايز مننا؟ ايه هو عايز؟ نغني في المسابقه بتاعت السيرك؟ ما تغني يا ستي، ما تغني، هات عندي روح، ده عفريت جدع. يالا هتغني؟ والله هتغني. انا مش هغني قدام حد، وانا قلت له مش هغني يا جدو، يعني مش هغني. لا هتغني، هتغني يا جدو، هتغني. احنا اسفين والله، احنا اسفين. انت واد جدع يا شادي، انا رضيت عنك، بس لو تراجعت عن موقفها تبقى انت المسؤول قدامي. لا مسؤول ايه ان شاء الله؟ ولا مسؤول ولا حاجه. هتغني والله، هتغني، هتغني حضرتك، بس ما تنزليني هنا يا سندي. يا مجرمين، انتم متهمين بسرقه نسناس نادر ومحاوله تهريبه خارج السيرك. مفيش داعي للانكار، الكاميرات مصوراكم. محاوله خسيسه تنم عن اهمال، تسيب، عدم تحمل مسؤوليه. والله العظيم بودي هو اللي اغمى عليه، واحنا كنا عايزين نساعده مش اكتر من كده. يا مودمازيلا، عندنا طبيب بيطري كان ممكن تلجئي له. ما كانش موجود الصبح يا فندم، وبودي كان شكله بيموت. بس بس بس، دي اعذار وحجج واهيه ما بحبهاش. انتم غلطتم غلط شنيع، ولازم يتاخد ضدكم موقف. لازم يتاخد ضده موقف، مش انا ولا شادي. امال مين حضرتك؟ الاستاذ بودي نسناس؟ لا، جده. جده هو اللي جاب المخص لبودي. يا سلام. ايوه، زي ما جاب مخص لبابا والشيخ برقوق. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اللي اعرفه ان جدك ده يا مادمازيل مات من زمان قوي، وما اعتقدش ان في ميتين ممكن يرجعوا يجيبوا مغص للنسانيس. مغص ايه والشيخ برقوق ايه؟ وايه الكلام اللي هي بتقوله ده يا فندم؟ ما تاخذهاش، دي ساندي، ساندي بتاعتنا، باخدها على قد عقلها، انا بعرف اتعامل معاها. انتوا لازم تاخدوا ضدكم موقف يا جماعه، وانا بصفتي نائب مدير السيرك بعد اذن سياده المدير مضطر اني افصلكم انتوا الاثنين واطردكم بره السيرك شر طارده. ساندي ملهاش دعوه مستر عز. يعني ايه؟ يعني لو في حد لازم يمشي يبقى انا. لا، انا وانت اللي عملنا كده، يعني اللي يمشي عليك يمشي عليا. لا، انا اللي قلت لك على الدكتور وخدتك معايا. ما تخلصونا، انتوا هتتعزموا على بعض، انا عاوز افصلكم مش اجيب لكم ملك تشيك. خلصونا، مين اللي عمل فيكم كده؟ انا المسؤول يا مستر عز. اذا اتفضل اطلع بره السيرك، خد حسابك وسلم كل اللي في عهدتك. اتفضل. اما انتي فانت مخصوم لك نص شهر، ولو كررتيها تاني هخصم شهر، هترودك زيه وتحصليه. كلام فارغ، بعد كده بقى نسناس يجيله مغص، اسهال، تبول لا ارادي، ملناش فيه. هتطردي يعني هتطردي. اتفضل، اتفضلي، اتفضل يا فندم. مستر عز معلش ثواني بس. ايه؟ ايه في ايه؟ لا يعني بس بما اني لازم اسلم كل عهدتي ففي حاجه تخصك معايا. خير؟ ايه؟ هترفدني؟ ما رفدتك، اتفضل. يبقى ليها؟ والله لا اسلقها، اتفضل يا فندم. ليه عملت كده؟ ما يهونش عليا تسيب شغلك بسببي. ايوه بس انا طلبت منك انك تساعدني. انا كده كده شغلانه السيرك دي يعني كانت حاجه مؤقته لحد ما الشركه توافق على المشروع اللي انا مقدمه. انا عمري ما اسامح نفسي عشان انا السبب في اللي جرى لك ده. انت زعلان مني؟ لا، ما تشغليش بالك اصلا. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ عندي محل موبايلات كده بتاع ابويا الله يرحمه. هتبيع موبايلات؟ انا زعلانه قوي. ما تزعليش، فعلا الشغلانه دي ما كانتش فارقه معايا خالص، بس الحاجه الوحيده اللي كانت بتصبرني اني كنت بشوفك كل يوم. طب هو انت يعني هتعمل ايه في البدله دي؟ هتديها لهم ولا هتاخدها لنفسك؟ ايه؟ ما اعرفش، خلي بالك من نفسك بعد اذنك. ماشي. اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. طبعا دي المنيو بتاعت الاستاذ بودي، الوجبات للتشاينيز اللي انت طالبها له، والسوشي، ما هو غاوي سوشي. بغض النظر عن لهجه السخريه اللي في كلامك،
بس دي مش لسته الوجبات، دي استقالتي. ايه استقالتك؟ تكدبها لي بالفرانكو. اه ما انا خط وحش في العربي، وبعدين المهم المحتوى اللي جوه. المحتوى ايه المحتوى؟ انا عبرت في استقالتي عن استيائي الشديد لمعامله الاداره لموظفينا هنا، ده غير الاداره بتسترخص كل الطلبات اللي بطلبها لحيواناتي. بتسترخص؟ ايوه، وبعدين كل شهر بتخصم لي نص المرتب، ما اعرفش ليه. انا حاسه انا بقيت بصرف على السيرك من جيبي، مش السيرك هو اللي بيصرف عليا. واخر حاجه بقى عندك انت بقراها بصوت واطي، انا مش عايزه اقولها. اقراها بصوت واطي ليه؟ ما كده اقراها انت. لا 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 اقريها انت، اتفضلي قولي. مدام جامده قوي كده. انا برضو عايزه استقيل عشان زميل طرد ظلم من هنا. اه يا واد يا متضامن، اتفضلي يا مادمازيل، استقالتك مرفوضه. ممكن اعرف اترفضت ليه؟ ما بعرفش اقرا الفرانكو. ده تعسف وسوء استغلال، انا لا يمكن اسكت على المهزله دي. انا خلاص زمن السكوت انتهى بالنسبه لي. ماشي زمن السكوت انتهى، هتعملي ايه يعني؟ ما اعرفش يعني، هقعد افكر يعني. كتبت استقالتي وهشوف انت هتعمل ايه. بصي بقى يا مادمازيل، من الاخر كده واضح انك انت صواميل عقلك نعمت، بقيت تتكلمي ارواح في العربيات وتهربي حيوانات وتتضامني مع زملاء، ها؟ وتمشي ورا دجالين، ايه الموضوع بالظبط؟ حرق قلبك قوي على الواد ده ليه؟ يا نهار اسود، انت ازاي تتهمني بتهمه زي دي؟ انا ما اتهمتش حاجه، انا الواقع اللي بيقول كده، التصرفات بتاعتك. تستنوا بعض، تهربوا مع بعض، تروحوا مشاوير وترجعوا، ياخد الجيزه بدالك، بتستقيلي عشان خاطره، من حقي ارتاب، في ايه؟ لا 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 لا، انا ما اسمحلكش تماما تماما. انت صلاحياتك كمدير ما يدكش الحق انك تتدخل في شؤوني الخاصه، دي شؤوني. ماشي، بص يا ساندي، اللي بيكلمك دلوقتي عمو عز. انا خايف عليكي، لازم اعلق على تصرفاتك لما الناس كلها تاخد بالها، لازم اعلق. في ايه؟ لا يا حبيبي، عمو عز ده في البيت وانت لابس العبايه المغربي وبتصلي العصر، انما هنا لا. هات استقالتي. ساندي يا بنت افتحي، انا بقالي ساعه ونص ده وجعتني. هو انا جاي اخد منك الايجار؟ قلت لكم سيبوني لوحدي، انا مش عايز اتكلم مع حد. طب اهدي بس يا حبيبتي، ودي العيلة مع فراتك. جدك الله يرحمه زعلك في حاجه؟ ما تجيبليش سيرته ده، ده هو سبب في كل اللي بيجرالي. طب وطي صوتك كده بس لحسن كل اللي بدينا في الشقه وسمعنا. انت شفت عمل ايه في الشيخ برقوق؟ دي الست عفاف جارتنا بتقول لي بقى ماشي في الشارع يقول انا الظاهر برقوق قاهر المغول. عايز تعرف انا متعفرطه ليه؟ عشان اخوك النهارده طرد زميلي من الشغل، عشان ابوك جاب مغص لبودي واحنا كنا عايزين ننقذه. هي بصت ان يخش حياه بودي كمان؟ الراجل ده من ساعه ما مات وبقى عيل قوي. المشكله مش في كده، المشكله في الغلبان اللي طرد عشاني ده. انا مش عارفه اعمل ايه. انت بتعملش حاجه يا بابا، والله ما بتعمل حاجه يا بابا. ايه دي بس يا حبيبتي، انا اول ما عمك يجي هكلمه يرجع بودي الشغل، ايه رايك؟ ما تركز بقى يا بابا، شادي ده زميلي، بودي ده الناس. يا ست بودي ولا شادي، ما دي روح ودي روح. ساندي حبيبه عمو. حبيبه عمها يا اخواتي، بحبها لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار. بقول لك يا ساندي، على ما اغير هدومي ناوليني العبايه المغربي الحق العصر. انت اكيد عندك انفصام في الشخصيه، اللي يشوفك وانت بتعاملني هنا ما يشوفكش وانت بتعاملني وعامله العبيد في الشغل. يا حبيبه قلبي 100 مره اقول لك انا راجل بروفيشنال، الشغل حاجه والبيت حاجه تانية خالص. انا جايب لك شويه مانجا الفونس من اللي بتموتي فيهم، امي بقى ايه نغسلها ونلغوص فيها كلنا. ليك نفس تاكل مانجا وانت طارد واحد من الشغل وقطع عيشه؟ حبيبتي مش بايدي، افهميني بقى يا ساندي، الموضوع مش في ايدي يا حبيبتي. انا ذات نفسي لو كنت وقعت في الموقف ده كان زماني اتطردت، وبعدين عارفه لو كنت اكتشفت الواقع لوحدي كنت هطرمخ. كنت هكتفي بلفت نظر، اخصم ربع يوم والموضوع يعدي، انما الكاميرات صورتكم والسيكيوريتي كله جه قال لي كان لازم اخد موقف، لازم اخد قرار، يبقى عندي شخصيه. طب بقول لك ايه يا اخويا، ما ينفعش نخصم له وترجعوا الشغل تاني؟ اصل بصراحه الموقف اللي عمله مع ساندي رائع، تضحى بنفسه عشانها. هو ده حقيقي. بص يا هيما، هو صعب، مستحيل مستحيل احاول ارجعه. يا بنتي افهميني، الواد متلبس بسرقه حيوان مع سبق الاصرار والترصد، وخلصينا بقى قومي اغسلي المانجا، عايزين نلغوص. عرفتوا ليه انا بحب الحيوانات اكتر من البني ادمين؟ عشان مفيش حيوان بيعمل في اخوك الحيوان كده. انت رايحه فين دلوقتي؟ عايزين نلغوص في المانجا. بقول لك يا عز، اديني تليفون الحيوان، قصدي تليفون إيه؟ الراجل ده وانا هكلمه. مفيش مشاكل، هتلغوص معايا. بس فانا مش عارفه اعمل ايه يا شيماء. هي فعلا حاجه تضايق طبعا، بس يعني كان في ايدك ايه تعمليه؟ ما هو ده اللي مجنني، ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه. انا حاسه كده ان انا متكتفه ما بين روح جدي اللي عرفاني في عيشتي وبين الانسان اللي طرد بسببي ده. بس كده؟ هو ده كل اللي مضايقك في الموضوع؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ان انت متضايقه علشان بس حاسه بالذنب، ولا علشان هو ما بقاش موجود هنا؟ هو انا اكيد حاسه بالذنب،
هقولك على حاجة، أنا أول مرة أفتقد وجود حد قوي كده. أنا كل ما عيني تقع على مكانه ولاقوش موجود بتضايق قوي يا شيماء. أيوة كده أخيرا. بس يا شيماء ونكرم حياتك يا شيماء. أخيرا أبو الهول نطق. يا شيخة ده أنت موتيني. إيه ده فكي شوية. طب بقولك إيه؟ إيه؟ ما تكلميه في التليفون. لا طبعا أنت عبيطة، أنا ما بكلمش ولاد، وبعدين الشغل ده اسمه نصيب، أكيد يعني نصيبه في حتة تانية. يا سلام. في ثانية قلبتي على الواد ده، انت كنت لسه مش هتفي نفسك عليه ومتعاطفة معاه من شوية. ايوه انا متعاطفة معاه ماشي، بس يعني مش لدرجة ان انا اكلمه في التليفون، وبعدين انا معايش رقم تليفونه. يا ستي اذا كانت على رقم تليفونه سهلة انا اقدر اجيبها لك بسهولة، وساعتها بقى تكلميه. برضه تقولي اكلمه؟ هو انت بنتي سامعك تقيل زي عم مسلح؟ بقولك مش هكلمه مش هكلمه. وبعدين هو احنا ممكن نجيب رقم تليفونه منين؟ هو تقريبا كده رقم تليفونه معايا على الموبايل. وانت معاكي رقم تليفونه ليه؟ هو انتوا كنتوا بتتكلموا كده ولا ايه؟ وفريدي هو احنا مش زملاء في مكان واحد؟ عادي يعني اننا نكلم بعض؟ لا مش عادي انكم تتكلموا بعض، وبعدين احنا زملاء بس مش ميغا يعني كله يكلم كله كده يعني يا شيماء. طيب وانت متعصبه ليه قوي كده؟ انا مش متعصبه يا شيماء. شايفاني متعصبه يا شيماء؟ انت غيرانه على شادي. غيرانه على شادي؟ انت عبيطه يا بنتي، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا مش غيرانه عليه. اقطع دراعي ما كنت غيرانه عليه. وعموما بقى هو رقم تليفونه ما كانش معايا ولا حاجه، ولا حتى كلمته في تليفون اساسا قبل كده، بس كنت بحاول انكشك عشان اعرف جواكي ايه. هو انا ناقصه توتر يا شيماء؟ انا غلطانه اصلا بتكلم معاكي. طب استني 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 بس. اوعي. انت رايحه فين؟ استني رايحه اكمل شغل، وبعدين انسي اي حاجه انا قلتها، انا غلطانه اتكلمت معاكي. طب خلاص هنسى، حاضر. بس بقولك ايه، طب ما تيجي بقى نروح سينما بعد الشغل، وبالمره يعني بنتي تفكي شويه كده بدل النكد اللي انت عايشه فيه ده. لا لا انا ما بحبش اروح اماكن فيها تجمعات عشان بتوتر. وبعدين بابا اكد عليا النهارده ان انا اتغدى معاه، ما اعرفش ليه. يلا سلام. سلام. عسل انت عسل. ايه رايك بقى في الملوخيه والبطاطا؟ كل بقى كله كله. بص بقى تعالى ساندي، حماتك الله يرحمها بتحبك. حماتي مين يا بابا؟ ام شادي. اصلي شادي طلب ايدك مني النهارده. بابا بيعمل ملوخيه تحفه تحفه. خش خش قدامي. ايه اللي انت عملته ده يا بابا؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما تستناني؟ عشان الملوخيه يعني يا حبيبتي؟ ما انا شارك منابك. ملوخيه ايه؟ ايه حكايه ايدي اللي هو طلبها دي؟ انا كنت متوقع برضه ان انت هتموتي من الفرحه. فرحه ايه؟ انا هموت من الخوف، انا هموت من الرعب. انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا لا هوا. لا لا انا لا. عارف انا عارف. لا. ده في الاول كده يا حبيبتي بتحسي برعشه ورجليك مش قادره تشيلك، انا عارف كده. ابوك يا حبيب قديم وعارف. يا فضحتك يا سندي يا فضحتك. الناس هتقول عليا ايه بعد النهارده؟ ابوكي باعك، ابوكي باعك يا رايه. بنت الجزمه، هو انت قفشت معاه في الشارع؟ ده الراجل طالب يخطبك على سنه الله ورسوله. شفت؟ قلت خطوبه يعني معازيم، يعني ناس كتير قوي، يعني فضيحه بجلاجل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا اول مره اشوف واحده بتلطم من خطوبتها. امال لما تتنقلي تتجوزي هتعملي ايه؟ انت لازم تنهي الكارثه دي حالا. اطلع اقول له ان انا مجنونه وبمشي وانا نايمه. لا قول له ان انا عليا جدل ومخويه. هقول لك قول له ان انا ما بخلفش. حلوه يا بنت سندي. حلوه. بس قولي لي بقى عرفنا ازاي انا وانت ان انت ما بتخلفيش؟ انا نفسي اعرف عرف مكاني منين. بس انا اللي كلمته وعزمته عشان اكرمه على الواجب اللي هو عمله معاكي، وعزمه على الملوخيه كمان. وتلاقيه ده الملوخيه وكره حياته. ايه بقى جاب سيره الجواز دلوقتي؟ بصراحه انت عارفه انت حبيبتي. عارفه. مش عليك حاجه خالص. هو بصراحه كلمني وقال لي انه بيحبك وقال لي حاجات كتيره حلوه قوي، وانا بقى بصراحه استجدعته، واستجدعته اكتر انه داخل البيت من بابه. من بابه من شباكه. انت عارف انا ماليش في الكلام ده يا بابا، انا ماليش في الجواز. ايه ايه بس ايه؟ انا هاديه اهو. هاديه. احنا نطلع بره ناكل لقمه مع الراجل، وانا قدامه هبلغه ان انت رافضه. لا قدامه ايه دلوقتي؟ قول له ان انا لسه بفكر، ولما يمشي ارفضه ارفضه ارفضه. بعد ما يمشي قول له رافضه. رافض. عاجبك كده؟ اه سمعك وماشي. شادي ما تقولش كده، ده احنا عيله. الله العظيم عليك حاجه. اهلا يا عروسه. بقول لك ايه، احنا خلاص اتفقنا على كل حاجه، الشقه والمهر والعفش والطلاق والنفقه والرؤيه وكله، مش فاضل غير نقرا الفاتحه. نقول مبروك. شفت بركه الملوخيه عملت ايه؟ ها نقول مبروك. ها نقول مبروك. اللي تشوفوه. انا اتخطبت. اتخطفتي؟ اتخطفت ايه؟ بقول لك اتخطبت. شادي خطبوه. اتخطبتي فين وامتى وازاي؟ هو يا بنتي مش لسه كنت سايباكي من كام ساعه؟ كنت رافضه تكلمي في التليفون اساسا.
ما هو اللي حصل بقى، جيت لقيته بيتغدى مع بابا وطلب ايدي منه. متدبسه يا شمال، اعمل ايه؟ اتدبست. والله الواد ده شجاع وجدع وفعلا بيحبك، وانتي بقى عامله نفسك قليه يعني متدبسه. على شيكو برضو. والله العظيم كنت طالعه ارفضه، بس هم قعدوا يقولوا نقول مبروك نقول مبروك، وهو قعد يبص لي في عيني كده، فانا توترت ما عرفتش اعمل ايه، ما قدامنيش غير اقول له ماشي حاضر خلاص، والرفض راح خالص خالص يا شيماء. المشكله دلوقتي المفروض يعني اعمله ازاي؟ اقول له ايه الكلام ده؟ انا ما اعرفش. يا لهوي ياني يا بنتي هتموتيني. عادي جدا زي باقي مخاليق ربنا ما بيتعاملوا هما مخطوبين. فسح بقى وخروجات وباقات بقى هتروح على الرغي بقى والحاجات الحلوه دي، هموت واشوفك كده. ايه قله الادب دي؟ لا طبعا، انا لو كلمني اصلا مش هرد عليه. اقفلي يا شيماء، اقفلي اقفلي اقفلي، ده بيتكلم. اقفلي يا شيماء بقى. الو صحيه؟ لا ايه عايز ايه؟ يعني ممكن تقولي كده انك وحشتيني الشويه اللي فاتت قلت اسمع صوتك. لا بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام ده، هقفل السكه في وشك. يعني انت ناقص تقولي لما تروحي طمنيني والكلام ده، وانا ما بحبوش. احترم نفسك لو سمحت ما تقولش الكلام ده. ممكن ايه في ايه؟ ليه محسساني اني بقول لك حاجه غلط؟ بكرة لازم تروحي تغني في الكشك. لا انسى الموضوع ده خالص، انساه. لا لا مفيش الكلام ده، انا مش قد روح جدك دي خالص، ده حتى بودي ما سلمش منه. هنهرج بكرة هتغني يا ساندي؟ يعني هتغني؟ مش هغني يعني مش هغني. اغني ما غنيش، اغني ما غنيش، اغني ما غني. ايه كل ده شعر؟ انا هعده امتى ده كله؟ ايه بودي شعر كتير. ايه يا ست انتي؟ ايه مش قلتي لي تلت ساعه وهخلص، تعملي ايه كل ده؟ انا مفيش، انا اصل ودي كان شعره منعك شويه قلت اصرحه له. انت بتستهبلي يا ساندي؟ ها بتهربي عشان مش عايزه تغني فبتدوري على اي حاجه؟ بصراحه انا بطني مقلوبه من امبارح. طب بقول لك ايه، ما تروح تجيب النسناس بتاعك افله لك. اسكتي، مش طلعت نسناسه بجد؟ هتغني يا ساندي، هتغني عشان لو ما غنيتيش جدك الله يرحمه هيقلعنا ملط ويفلينا احنا الاثنين. طب ما دام طلعت نسناسه ما تيجي نجوزها لبودي، وادينا اهو بنوفق راسين في الحلال. روح روح هاتها هاتها دلوقتي. هيتجوزوا على الصبح كده؟ يا عم دول نفاريس ما عندهمش العقد بتاعتنا دي، مش هتقولوا شبكه ومهر والحاجات دي. معقوله؟ اه والله هاتها، بس هاتها. يلا يلا بقى خلينا نفرح. هتغني يا سامي؟ طب هو انت يعني مش احنا انا وانت دلوقتي في حكم؟ حكم الايه بقى؟ حكم انا مش عايزه ما تقولش الإيه؟ لا ما تقولش. المخطوبين؟ المخطوبين؟ لا يعني ترضى يعني للخطيب يعني ليا انا ان يتعمل فيا كده؟ يتعمل فيكي ايه يا بنتي؟ انت مجنونه؟ يعني اخش كشك واقعد اغني والناس تسمعني ويقعدوا يعني يتصوروا الناس اللي هيسمعوكي؟ انت هتخشي الكشك تبقي لوحدك خالص تغني ومحدش هيسمعك خالص. طب موعدني محدش هيسمعني. اوعدك. طب احلف. وحياه اغلى حاجه عندي يا ستي. ايه هي اغلى حاجه عندك؟ والنبي ما تبصليش البصه دي. طب انا هروح اغني بس عشان خاطر ابوس ايدك، ما تبصليش كده. لسه مترددة؟ انا حاسه ان انا عايزه اطلع اجري. ممكن اجري؟ على فكره انت اللي مكبره الموضوع ده في دماغك، مفيش حاجه اصلا. هتخشي الاوضه دي لوحدك هتغني، محدش هيسمعك ومحدش هيشوفك، حتى الراجل اللي بيسجل لك لا هتشوفيه ولا هيشوفك. انا خايفه افشل قوي يا شايف. ما تفشلي يا ستي، افشلي وحاولي وافشلي تاني وحاولي. حلو ان الواحد يبقى بيحاول، وبعدين مش احسن ما بعد شويه وقت تقولي يا ترى كان هيحصل ايه؟ صراحه انا واثق فيكي، حاسس انك هتنجحي. طب افرض نجحت والناس قالوا لي بقى لازم اكمل خطوات المسابقه دي، انا هعمل ايه؟ انا مش عايزه اكملها بصراحه. ساعتها يبقى يحلها الف حلال. خلينا نمشي خطوه خطوه بس ما نسبقش الاحداث. ماشي ماشي، بس انت وعدتني ما حدش هيسمعني. اوه بقى في دلع البنات ده، احنا هنفضل نعيد ونزيده؟ طيب ماشي. طب ممكن تبقى واقف هنا ما تتحركش عشان انا بخاف. ممكن ممكن هتخرجي تلاقيني في وشك كده على طول. يلا بقى يلا، ده انا حلفت بالغالي. لا لا خشي بقى خشي، يلا يلا. تنسوني بالمرة.
تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. أنا آسف والله ما كنتش عارف إن السماعات اللي ورا دي متوصلة بالمايك اللي جوه، بس أنت كسرتي الدنيا. ده وحدك ليا؟ بضحك عليك ايه؟ بصي الناس مبسوطه ازاي؟ ده انت هتعدي. ده انا اتفضحت. فضحتك عشان لما تفضحي. هات انا هصوركوا. ساندي اوعى ايدك. انت بتعملي كده ليه؟ الناس بره كانت مبسوطه جدا. اسكت. انت واحد خاين وكداب وانا مش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم ولا لا؟ ساندي انت اول مره تعملي كده. عشان تعبت وزهقت، كلكوا كدابين، انت وبابا وجد وكله. ممكن اعرف المدربة العظيمة ايه اللي خلاها تسيب شغلها وتروح تغني اثناء مواعيد العمل؟ بص انا روحي في مناخيري ومش طايقة نفسي. سيبك بقى من شغل المدير ده عشان اصلا اعصابي تعبانة. شغل المدير اسلوب غير لائق في الكلام. ازاي تقولي الالفاظ دي وانت بتكلمي مديرك؟ مخصوم لك نص يوم، ومخصوم لك نص يوم كمان عشان تغيبتي اثناء عملك رحت تتهجسي وتغني. يعني انا مخصوم اليوم كامل كده صح؟ اسم الله على نبهتك وشطارتك، مخصوم لك يوم بحاله، نص ونص. ماشي، حلو قوي. حلو قوي ايه؟ انا بكلمك انت ماشيه؟ اسم الله على شطارتك. ماشي. ماشيه يعني ايه؟ ماشيه بمناسبه ايه؟ ما انا مخصوم لي اليوم كله، هقعد اعمل ايه؟ طبيعي، هي إيه دي شخصيتك، هتفضلي كده طول عمرك، التسيب والاهمال وعدم تحمل المسؤوليه وعدم حرام عليك. كفاية! ايه؟ ما بتفسيش! طب استني بس يا بنتي، ماشية رايحة فين؟ رايحة في 60 داهية. اقولك على حاجة، خد مفاتيح العربية، انا مش عايزة العربية ومش طايقة اتكلم لا مع احياء ولا مع اموات. ساندي! يا ساندي يا حبيبتي رد عليا، قولي بس ايه اللي مزعلك وانا اعملهولك. طب قولي لي بس، خطيبك مزعلك في حاجه؟ ما تجيبش سيره الخاين الكذاب ده. خاين الكذاب؟ هو لحق يخرج بالسرعه دي؟ الندل جبان وحياه امي لما اشوفه. مساء الخير يا عمي. عم الدبب يا اخي، انت ليك عين تخش البيت اللي خنت حرمته؟ حرمه مين بس يا عم اللي خنتها؟ الحرمه اللي بتعيط جوه دي. طب هو الموضوع مش كده، ممكن بس اشرح لك؟ قبل ما تتنقل تشرح لي الكلام ده حصل فين؟ في السيرك. في السيرك؟ هي البجاحة وصلت كده قدام الناس عيني عينك؟ يا عم انا مالي، هي الناس اللي اتلمت على الصوت. صوت مين يا ابني؟ صوت بنتك. صوت بنتي؟ صوت بنت انا؟ يا عمي انا كنت هعرف منين ان هم مركبين مايكات وسماعات؟ الناس سمعتها بتغني اتلموا عشان يشوفوا مين اللي بيغني، ذنب انا ايه بقى في كل ده؟ ذنبك ايه؟ ذنبك انك ما قلتليش ان في ناس هتسمعني وانا بغني. استنى، هي الغاغه اللي انت عاملاها دي كلها عشان انت بتغني والناس معاكي؟ ودي حاجه هينه؟ انا اتفضحت. يا انت ما كنتش بتخونها يا ابني؟ يا عمي بخون ايه؟ ما توحد الله بقى. لا اله الا الله. سامحني يا ابني ظلمتك. تعال في حضن عمك. حقك عليا يا ابني. حقك عليا سامحني. على العموم انا جاي عشان ابلغك انك نجحت انت واحده كمان في الاختبارات. لازم انتوا الاثنين تغنوا مع بعض في الحفله. اسفه. من النهارده مش هعمل اي حاجه مش مقتنعه بيها. حتى لو طلع لي جني مش روح. ساندي انت هتشاركي في المسابقه برضاكي او غصب عنك؟ ايه عز يا اخويا اللي مبهدلك كده؟ انا كنت قاعد في العربيه بسمع الماتش، لقيت صوت ابويا الله يرحمه طلع بدل المعلق وصرخ فيا وقال لي يا عز ساندي لازم تشارك في المسابقه والا هلبسكوا كلكم. هيلبسنا كلنا يا حبيبه عم. شاركي في المسابقه والنبي يا روح قلبي. حبيبه عمها اخواتها بحبها تغني. سمعت يا ساندي يا حبيبتي، الموضوع متوقف عليك. لو ما وافقتيش هنتلبس كلنا. لو اشتركي في المسابقه هنكسكوا كلكم، يبقى ما قدامنيش حل غير ان انفذ اوامر جده. هايل. يبقى كده مش ناقص غير ان احنا نشتري فستان حلو ونحضر بيه الحفله. اسفه
انا مش هلبس فساتين يعني مش هلبس فساتين. زندي انت هتشاركي في المسابقه برضاكي او غصب عنك؟ ايه عز يا اخويا اللي مبهدلك كده؟ انا كنت قاعد في العربيه بسمع الماتش، لقيت صوت ابويا الله يرحمه طلع بدل المعلق وصرخ فيا وقال لي يا عز سندي لازم تشارك في المسابقه والا هلبسكوا كلكم، هيلبسنا كلنا حبيبه عم. شاركي في المسابقه والنبي يا روح علي حبيبه عمها اخواتها بحبها تغني. سمعت يا سندي يا حبيبتي الموضوع متوقف عليك، لو ما وافقتيش هنتلبس كلنا. لو اشتركي في المسابقه هينقذكوا كلكم، يبقى ما قدامنيش حل غير ننفذ اوامر جده. هايل، يبقى كده مش ناقص غير ان احنا نشتري فستان حلو ونحضر بيه الحفله. اسفه انا مش هلبس فساتين يعني مش هلبس فساتين. انا حاسه ان الفستان وحش. وحش؟ هو حد جابوا لك هديه؟ ده انت منعيه الفستان ده من وسط 100 فستان، ده انت شلتي الناس وشلتيني معاكي. يبقى انا اول مره في حياتي البس فستان، حس بيا بقى يحس بيك ربنا. انت هتشحتي يا بنت، الناس كلها بتقول لك الفستان حلو والبنات جوه قالوا لك الفستان تحفه، ايه لازمتها بقى تحيري نفسك وتحيريني معاكي؟ هو انت ليه دايما ضدي؟ انا مش فاهمه، امال فين بقى حنيه الاب؟ ايه الاسوه اللي انت فيها دي؟ اسوه؟ ده انا الجمعيه اللي داخله مع الست عفاف كلها دافعه لك في الطلعه بتاعتك، تقولي مفيش حنيه برضه؟ يا بابا انا محتاره مش عارفه البس ايه في الحفله اللي انتوا دبستوني فيها دي، ده غير ان انا يعني لو لبست وحش حاسه الناس هتتريق عليا. يا حبيبتي يا بنتي احنا مش رايحين عرض ازياء، احنا رايحين حفله غنى. يعني امتى الناس تتريق عليكي لما تغني وحش بس؟ يعني انت شايف ان هو حلو مش بتقول اي كلام وخلاص؟ يا حبيبتي وانا ليكي على باب جامعه، ده انت بنتي، ده انت اغلى حاجه عندي من الدنيا. الفستان عليكي تحفه ومخليكي كيوت وزي القمر. يعني ما نلفش ونرجع نجيب واحد غيره؟ ايه نلف يا سند، نلف ونجيب واحد تاني. انت تعرفيني ليه بقى؟ شوف انت خلقك ضيق ازاي، عشان كده ما بحبش اخد رايك في حاجه، على طول بتتعصب عليا. استغفر الله العظيم، انا عملت ايه في دنيتي عشان بنتي تعمل فيا كده؟ ما بتعملش اي حاجه يا بابا، ما بتعملش اي حاجه. ماشي ماشي يا سند كتر خيرك، ممكن تشد بقى شويه عشان في مشوار نروح مع بعض. مشوار ايه؟ عاملها لك مفاجاه. بابا انت جايبني هنا ليه؟ انا عامل لك صادر ليه؟ ايه صادر مفاجاه يعني؟ ايه المفاجاه اللي هتكون في القهوه يعني؟ اصبري على رزقك شويه يا بنتي. بابا انت عارف انا بتوتر من التجمعات. انا ماشي. تعالي بس تعالي، هو في حد يعرفك في القهوه؟ على فكره القهوه هنا كل واحد في حاله. منوره يا نجمتنا. يا لو ايه ده يا بابا؟ ده عيل عبيط واهله عارفين، هو بس يعني ايه تلاقيه في مره سمعني وانا بكلمك في التليفون. ده صاحب القهوه شغلته ينفخ في الزباين، ساعات يقول لي يا سعاده البيع نفخ ولا مش نفخ؟ صح؟ نفخ نفخ يا بابا. تعالي تعالي تعالي. طب روح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحب تشرب ايه؟ اجيب لك موكا شوكليت ولا سحلب؟ لا انا مش عايز اشرب حاجه، انا عايز اروح. وبعدين انا مش مرتاحه لك، انت عمرك اصلا ما وديتني ملاهي، تقوم تجيبني قهوه؟ مش انت طول عمرك تقولي لي انت ما بتعملش حاجه يا بابا، ما بتعملش حاجه يا بابا؟ النهارده انا قررت اعمل. ايوه هتعمل ايه؟ قول لي بصراحه انت هتعمل ايه يا بابا؟ هقول لك بصراحه حالا هعمل ايه؟ قول لي. حاضر يا حبيبي. هتعمل ايه؟ عشان تقفي تغني قدام جمهور كبير لازم الاول تقفي تغني قدام جمهور صغير. ولا ايه يا جماعه؟ كده كده يا ابراهيم. تعالي بس تعالي 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 راح فين؟ سيبنا نمشي الهي يسترك. يا ورده ما تقلقش يا عم ابراهيم، احنا مأمنين المداخل والمخارج، ما تقلقش. انت خاطفني يا بابا؟ بتخليه يحجز عليا؟ لا يا حبيبتي مش حاجز ولا حاجه، انا بجهزك، الناس دي كلهم ناسك وحبايبك جايين يقفوا معاكي ويفرحوا بيكي. انا مصدومه فيك، انت لا يمكن تكون عمرك. يا سندي لو عرفتي تغني قدام الناس دي سهل جدا تغني قدام اي حد في الدنيا. يا نهار اسود، هو انت جايبني هنا عشان اغني قدام الناس؟ يا ريتك كنت خطفتني كان هيبقى اهون. ما تقلقيش يا نس ساندي، ان شاء الله بكره هتكسر الدنيا في الحفله. حفله؟ وبعدين ما تقلقيش كلهم هيبقوا موجودين بكره معاكي، بابا وعمك وكمان خطيبك شادي. شادي؟ ولا انت عايزه تفضلي تحت رحمه عمك ورخامته عليكي في السيرك؟ سيرك؟ انت شربتني قدام الناس يا بابا؟ يا حبيبتي بكره لما تبقي ترند ما حدش عارف يكلمك. بتفتح تفاصيل حياتي وتقول لي ترند؟ دول عارفين شادي وعمي والسيرك، ده ناقص يعرفوا مود الناس. اه صحيح، هي طمطم لسه منفضاله ولا حنت عليه؟ لا انا محتاج اخش الحمام حالا. انا بسالكوا هتعمل ايه يا جماعه؟ حصل حاجه ولا تلميذ؟ حصل حصل. انت كمان قايل لهم على موضوع الحمام؟ وانك ممكن يغمى عليكي او تقوم تجري وتهربي، احنا مأمنين نفسنا بكل التوقعات. طب انا لازم اخش الحمام حالا. بص يا حبيبتي خش الحمام، بس عايز اديكي معلومه. قولي. الحمام جوه ما فيهوش شباك والقهوه كلها متقفله. يلا خش واحنا مستنيينك. مستنيينك يا نجمه. متأخريش علينا منصورة إن شاء الله. ابعد عني. أعمل إيه؟ أهرب أروح فين طيب؟ آه إيه بقى؟ لو سمحت هو الحمام منين؟ هنا ولا هنا؟ ياه
ايه رايك في المفاجاه دي؟ انتوا استحاله تكونوا اهلي، استحاله. يا ساندي المزيكا هي والجمهور اهو، هتغني قدام النهارده عشان بكره في الحفله ما تتكسفيش. على اساس اللي واقفين دول خلاني؟ هو انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ على فكره شادي ده بيحبك قوي ولسه كان بيكلمنا عنك. لا صح، مالكش دعوه. عيب يا ساندي، معلش. هو انت كنت فين كل ده؟ انا مستنيك هنا بقالي نص ساعه. مستنيني ليه؟ ايه اللي جابك؟ ما تمشي، اهرب. لا انا مش ههرب، انا مش همشي غير لما اخليكي جاهزه عشان الحفله بكره. يا ساندي يا حبيبتي، النهارده هتغني قدام الناس دي، بكره هتغني قدام اولوفات غير الملايين اللي هيشوفوك على السوشيال ميديا. ملايين؟ هو انت بتخوفني يعني؟ طب حلال فيك اللي هيحصل دلوقتي. قصدك ايه؟ هتشوف يا حبيبي. مين فيكم ابراهيم التبعي؟ هو حضره الضابط، هو ده اللي خطفني وجايب الناس دي كلها تعذبني. هو انا ماليش غيرك يا بنت، انت مش ده ابوكي؟ ايوه انا ابويا حضره الضابط. خير امر، بنتك مقدمه فيك بلاغ انك خاطفها وجايب مجموعه من الناس عمالين بتعذبوا فيها. يا نهارك اسود، خطفك؟ ايوه خطفني. ببلغ على ابوك يا سندي؟ ابلغ وجايب الناس دي كلها بتعذبني يا حبيبي. وبيعذبوكي بقى ازاي؟ بيفرقعوا اكياس الشيبسي في ودنك ولا بيلزقوا لبان في شعرك؟ انت عبيطه يا بت. بيعذبوني نفسيا يا حضره الضابط، عايزيني اغني قدام الناس بالعافيه. نعم يا اختي. هو مش عذاب النفس ده اقوى من عذاب الجسد؟ هو انت ايه اللي دخلك في الموضوع يعني؟ معلش يا فندم، معلش ده بس هشوف. مجنونه دي ولا ايه دي؟ معلش معلش. مفهوم مفهوم. هو انت بتقول له ايه؟ هو حضرتك الضابط هو بيقولك اي كلام؟ والله العظيم انت لولا الظروف اللي انت فيها وصدمتك عشان خاطر المرحومه والدتك انا كنت عملت فيك البدع. مرحومه ايه؟ دي ميته من 5 سنين. ما تقول له. ما انا هقول له اصحى الضابط الذكرى السنويه بتاعت امها كل سنه يعني اكنها امها لسه ميته في ساعتها، اصلها حساسه قوي. انت عشان خاطر الناس اللي انت مبهدلاهم ومرمطاهم معاكي دي انا كنت عملت لك محضر بلاغ كاذب وازعاج سلطات. متشكرين جدا يا فندم على الموقف النبيل ده، متشكرين. احنا لينا طلب صغير بقى عند سعادتك يعني لو فيها سهله يعني. أؤمر. يعني ممكن بقى تقف معانا شويه كده تسمع ساندي وهي بتغني قدام الناس؟ غني. اغني. يا الحمد لله انا رجعت بيت سليم، كنت زماني محبوس ورد سجون. عشان ايه؟ عشان بنتي بلغت عني. تتهميني بخطفك يا ساندي بعد العمر ده كله؟ ما انت اللي اضطريتني اعمل كده. وبعدين هو انت يومك قرر تعمل حاجه؟ قرر تفضحني؟ حصل خير، يلا نطلع بيتنا كده اعمل لك 4 كوبايات ينسوني هدوا اعصابك عشان حفله بكره، عشان جدك حبيبي ينبسط منك. جدي حبيبي انا بكلمه ما بيعبرنيش اصلا، وبعدين ابوك ده طلع عفوش قوي. معلش هو كده الله يرحمه وهو عايش برضه، كان لما كانش الحاجه تعجبه كان يفضل قاعد ساكت، ومره واحده يروح حابب في وشنا زي الانجليز بالظبط. طب مش انزل بقى عشان اطلع اركن قدام. احنا بنركن هنا كل مره يا بنتي. لما الست عفاف كل شويه بتقعد تزعلي. طب واحنا ايه المشكله لو ركننا هنا؟ ما بتنزل بقى وقعد حتى حط في الرجل. حاضر 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 حاضر. اقفل الباب. حاضر. ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ بتشوف هي هتقطع كام متر في كام ثانيه ونبقى عايز العب الدور الجاي. انت جاي تهزر يا عز؟ البت شكلها هربت. هربت؟ حبيبه عمها يا اخواتي بحبها تهرب؟ ده انا كنت اخصم لها اسبوع. بقول لك البت شكلها هربت وانا اخصم لها اسبوع. ايه هربت؟ هربت يا ابراهيم؟ دي ايه اللي هيخليها تهرب يعني؟ انت ما تعرفش اللي حصل عليها النهارده ايه؟ ضغطنا على اعصابها وده غالبا اللي خلاها تهرب. يا راجل تهرب ايه بس؟ كلمها في التليفون بلاش كلام فارغ، خليها ترجع. يا رب. كده بتجيب حاجه من اخر الشارع ولا حاجه؟ ها؟ ان الهاتف الذي طلبته تليفوني مقفول. لا بقى انا عايز اعرف اللي حصل على القهوه. ساندي بلغت عن البوليس. ساندي بلغت عن ابوها البوليس؟ ليه؟ عملت فيها ايه؟ كنت خاطفها. كنت جايب ناس انا وشادي كده عشان يعني تواجه الجمهور عشان حفله بكره بس. نهار ازرق، يعني بلغت عنكم البوليس علشان عايزينها تغني بالعافيه؟ امال انا اللي مرمطها في الشغل وهريها خصومات هتعمل فيا ايه؟ ايه عز؟ احنا فيك ولا في بنتي الهربانه؟ ايوه صح. ابوس ايدك فكر معايا يا بنتي راحت فين؟ راحت فين؟ هشوفها تاني اهو. راحت فين؟ ان الهاتف الذي طلبته غير متاح. ساندي راحت فين؟ ساندي ده انا لما قريت المسج بتاعتك اتبسطت قوي انك هتزوريني. في ايه؟ مالك؟ جرى ايه؟ جرى حاجات كتير قوي يا شيماء، كل حاجه اتلغت فوق نخفوخي يا شيماء. ليه يا بنتي قلقتيني؟ طب هو الدنيا امان هنا؟ كلمة عادي ولا اعمل ايه؟ طبعا امان، بابا وماما بيتفرجوا على التلفزيون جوه واخويا نايم في اوضته. طب تعالي. بصي بقى من غير
مالك من غير ما تهبي فيا بوس ايدك يا شيماء. انا هربت من اهلي يا شيماء. يا نهار اسود ومنيل هربتي؟ وطي صوتك وطي. هيصحى يا شيماء اهدي. ما انت اللي بتقولي كلام غريب اهو. لا ما انا ما هربتش بالمعنى الحرفي يعني مش سكت اللي بيهج ما بيرجعش. لا مش انا يا شيماء عيب عليكي. امال هربتي بمعنى ايه؟ يعني هربت الهروب المؤقت اللي هو في سكه 24 ساعه كده لحد ما الحفله تخلص ويعني خلص بس كده. لا يا ساندي انت غلطانه. هو انت عشان تحلي مشكله تورطي نفسك في مشكله اكبر؟ ده باباكي كده ممكن يروح فيها. فكرنيش ده اكتر حد فرق معايا. بس اقول لك على حاجه، هو مبقاش فرق معايا قوي ولا صعبان عليا بعد موقف القهوه ده خالص. هينفع يا ساندي كل ما تقعي في مشكله تهربي منها كده؟ طب اعمل ايه بس يا شيماء؟ انا عايشه حياتي كلها بالعافيه، ما عنديش كده حريه الاختيار زيك مثلا، ما عنديش اي اختيار في اي حاجه يا شيماء. عشان دايما انت بتبقي رد فعل مش فعل. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني غير انك بتهربي من كل موقف بتتحطي فيه ودي كارثه اصلا، بس انت يا ساندي كل تصرفاتك بتبقى رد فعل على كل حاجه بتحصل حواليك. يعني انت لو خدتي قرار او موقف في اي حاجه بتحصل لك هتعرفي تسيطري على حياتك وتعملي اللي انت عايزاه. ما انا ما حدش بيديني فرصه حتى اتناقش، لا الاحياء ولا الاموات، كل حاجه يا ساندي لو عملتي كذا هيحصل لك كذا، لو ما عملتيش كذا هيجرى لك كذا. ايه انا حاسه انا ما عنديش شخصيه؟ هو انا ما عنديش شخصيه؟ لا عندي شخصيه كويس قوي يا شيماء. لا يا ساندي ما عندكيش شخصيه، والا ما كنتش تهربي من اهلك عشان مش عايزه تواجهيهم. بس اقول لك على حاجه، ما تتصوريش شعوري كده وانا ضاغطه على البنزين جامد وطايره بالعربيه. كنت حاسه كده ان انا زي العصفوره اللي هربت من القفص بتاعها. طب استهدي بالله كده وروحي علشان ما يقلقش. مفيش مروحي يا شيماء، ده قراري ومش راجعه فيه حتى لو اضطريت ابات في الشارع. طب وجدك بقى اللي قاعد لك تحت ده؟ انا ولا فارق معايا الكلام ده كله، انا كل اللي فارق معايا ان انا بقيت معاكي النهارده وبكره بقى بتصرف اشوف هعمل ايه. لا يا ساندي والله مش هينفع، يعني اصل بابا وماما مش هيوافقوا على وضع زي ده وممكن يمسكوا في خناقه انا، وبعدين ده اول مكان هيدوروا عليكي فيه. يعني ايه؟ انها تبني بيت في الشارع يا شيماء؟ ما انا بقول لك اهو تروحي وحاولي بقى تفكري في اي حل تاني غير انك تهربي دي. بعدين انت عارفه مستر عز ده لو عرف ان انا خبيتك عندي ده ممكن يطردني من السيرك. ايه الخوف والجبن اللي انت فيه ده يا شيماء؟ ما تخليكي شجاعه ولو مره واحده اقفي كده قدامي وقولي له مستر عز انا اصلا ما بخافش منك. في ايه؟ ولا انا اعلمك يا شيماء؟ ده مستر عز اللي بيتصل. يا نهار اسود ما ترديش، ما ترديش ابوس ايدك. لا 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 ما ترديش. ايه هتردي؟ مش قلت لك ان ده اول مكان هيفكروا يدوروا عليكي فيه؟ وبعدين انت مش قعدتي بقى تقولي لي شجاعه ووجهي وبتاع؟ هو انا بتاعت مواجهه؟ انا بتاعت الخلعون لسه بتتعرفي عليها النهارده؟ طيب وبعدين؟ طب ما انا لو ما ردتش هيشك فيا وممكن يطب على دماغنا بقى دلوقتي وهيحصل مشكله مع بابا. طب ايه هتعملي ايه؟ ده بعت لي فويس نوت اهو على الواتساب. افتحيها اهو. شيماء ردي، انا عارف كويس قوي ان ساندي عندك وانت متستره عليها. طبعا انت عارفه ان عقوبه التستر على مجرمه زي دي اجرمت في حق نفسها، في حق اهلها، في حق المجتمع، في حق الناس. دي هربانه، واحده هربانه، هربانه هربانه يا شيماء هربانه. عاجبك كده؟ طب انا هارب بقى قبل ما يجي. سلموا عليكم. لا استني بس، انت رايحه فين؟ بطلي هبل بقى وعقلي. بصي انا هكلمه خليه يجي وانت بقى اعتذري له كده وهو هيصالحك عادي. انت لو عملتي كده هتكوني صاحبتي ولا اعرفك. انا اسفه يا ساندي، انا مضطره ان انا اعمل كده عشان مصلحتي ومصلحتك. ايه في ايه؟ مالك؟ تخيل الحمام بسرعه يا شيماء، انا اصلا مسدوقه من ساعه ما دخلت من الباب. والنبي لو هتسمعي كلامي نكلمه. هنكلمه كل يوم بس بسرعه. والنبي شوفي بس الدنيا. يلا بسرعه. تعالي يلا. شوفي بس اخوكي احسن يكون في الدنيا. تعالي ماشي خشي شوفي الدنيا ايه. انت اللي اضطريتني اعمل كل ده، اعمل كده في جدي الوحيد. انت اللي قسيت قلبي عليك. خلاص انا حطيت دلوقتي على شريط القطر، والقطر دلوقتي هيعدي يفرتكك 100 حته ولا هتفرق معايا عشان اخلص منك. ايه ده انا كنت نسمه، كنت نسمه ما حدش بيحس بيا، دلوقتي بقيت متشرده في الشوارع. ده انا كنت برنسيس ساندي. انا مش واخده على المرمطه دي خالص. كله منك انت، انت جيت شقلت لي كل حاجه. انا كنت قاعده كافيه خيري شري. خلاص شفت شعري اهو، شعري اهو. انا ما بقتش اخاف منك. سمعني ولا مش سمعني؟ ما بقتش اخاف منك خالص. ساندي الجبان اللي جوايا انا قتلتها بايدي. ساندي دلوقتي رمز الشجاعه والقوه. قوه قوي قوي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ بابا ولا ايه؟ حاضر انا عندي في العربيه. هترد انت دلوقتي ده؟ اسمعني انا عايزه ما تمسيش. طب انا هعدي وانت شوف هتعمل ايه. ايه تبص اقول لك ماشي معايا؟ لا
هجيب لك اللي انت عاوزه. يخرب يخرب ايدي، ابعد بقى والنبي يا ابوك. ابعد وهو ده كل اللي حصل بالظبط. والله انا مسافه ما شفت لها الحمام رجعت ما لقيتهاش. وما تعرفيش ممكن تكون راحت فين؟ لا. طيب فاكره اخر جمله قالتها قبل ما تخرج؟ هتفرق اخر جمله من اول جمله عز؟ اه طبعا بتفرق يا ابراهيم، الجمله اللي في النص بتفرق، بتفرق كتير. الكلمه اللي بتخرج من الانسان بتعبر عن عقله الباطن. انا بحاول الاقي دلالات في كلام البنت، دلاله منهم تقودنا لمكان ساندي، تقودنا للجنون ان شاء الله. ايوه يا شيماء، نرجع مرجعنا لمجرى التحقيق الاستقصائي وزرع بذور الشك جوه نفسك لعل ده يوترك ويخليكي تعترفي بمجنون قلبك او باي حاجه مخبياها عننا في المطلق. يعني ايه؟ يعني انا ايش ضمني ان انت مش مخبيه ساندي عندك؟ انت قبل كده كذبتي عليا واحنا في السيرك وقلتي لي ان ماما كانت عيانه وساندي كانت بايته عندي. هخبيها ليه بس؟ طب ده انا حتى قلت لها ان بابا وماما مش هيوافقوا انها تقعد معانا من ورا اهلها وهيعملوا مشكله بسبب حاجه زي كده. مؤاخذه يا بنتي، مفيش اي ام دلالات من قالك عليها عمك عز عشان تساعدينا باي حاجه؟ لا والله ما اعرف ولا حتى قالت. دي خدت في وشها وجريت. طب شوفي بقى شيماء، لو كنت عارفه مكان ساندي ومخبيه عننا انا مش هكتفي بخاص ولا بفصل، ده انا هبلغ عنك. هبهدلك، هوديكي في داهيه، انت فاهمه يعني ايه؟ لو عارفه اي معلومه او كلمتك لازم تبلغيني فورا. حاضر. لو كلمتني او بلغتني باي حاجه هقول لك على طول، هعمل ايه يعني؟ يلا مع السلامه. ثواني ثواني يا شماء يا بنتي، بص يا حبيبتي لو عندك اي معلومات احكيها لعمك عز وهو هيعتبرك شاهده. ماشي على السلامه. شوف يا ابراهيم، للاسف احنا دلوقتي مش هنتحرك بشكل فردي. هنمشي كابلز يعني؟ لا، في نظريه انا بقول عليها العمل الجماعي افضل من عمل دراعي، يعني بالنسبه للعمه اللي زيك نقدر نقول عليها الايد لوحدها ما تسقفش. احنا مش هنسقف غير جماعي يا ابراهيم. وانا هلطم فردي يا عز. لا 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 لا، بلاش بلاش بلاش. لو سمحت امور يا فندم، هو حضرتك عندكم حبس جوه؟ عندنا يا فندم. طب انتوا بتستقبلوا المحبوسين من كام لكام؟ لا والله بقى حسب حضرتك احنا بنمسكهم امتى بالظبط. طب هو انتوا وعد يعني ما بتحبسوهم، يعني بتعملوا فيهم ايه؟ بنرحلهم على النيابه ساعات. طب هو ما ينفعش طب حد يعني يتحبس عندكم وما ترحلوهوش على النيابه؟ لا والله يا فندم ما ينفعش، كل اللي بيجوا هنا لازم يترحلوا على النيابه حضرتك. طب شكرا شكرا. لا العفو. تعالي تعالي تعالي. ايوه. انت عايزه ايه؟ انا عاوزه اتحبس عندكم. نعم. يعني ايه عايزه تحبس؟ اصل انا جايه اسلم نفسي. وليه بقى ان شاء الله؟ ما اصل انا يعني يعني انا مجرمه وكده وعايزه اتحبس عندكم 24 ساعه. واشمعنى 24 ساعه؟ يعني لحد ما الحفله تخلص. حفله ايه؟ يعني قصدي يعني لما تتاكدوا من جرايمي وتتاكدوا يعني ان انا مجرمه يعني ما ينفعش تقولي منطلقه بجرايمي بره يعني يا فندم. منطلقه بجرايمك؟ ايوه. طب وحضرتك بس يعني ايه جرايمك بالظبط عشان نبقى عارفين؟ لا هو انا مش متخصصه في مجال يعني اجرامي معين، انا مجرمه في العموم في كله. طب معلش حضرتك ممكن تدينا فكره عن جرايمك؟ يعني احكي لك اخر جريمه مثلا؟ يا ريت. يعني انا اخر جريمه الست عفاف جارتنا كانت جايبه قطه كده شفتها على السلم عجبتني بصيت لها بصيت لي فقلت خلاص اخدها بقى وحبستها عندي في الاوضه عشان اكلها لانها ستك دي كانت بتعذبها. بس كانت كل شويه تسالني هو انت شفت القطه؟ اقول لها لا انا ما شفتهاش كنت بكذب. فانا انا سرقت قطه يعني انا حراميه. تمام. فانتوا ممكن تاخدوني بقى تحبسوني او شوفوا هتعملوا ايه. تمام حلو قوي كده. يا محمد بيه، يا محمد باشا، تعالى اسمع القصص اللي بتشيب دي، مجرمه خطيره جدا. وريت بقى حضرتك تحكي لنا مشوارك الاجرامي من ساعه ما ابتديتي، احب اعرف كل حاجه. اتفضلي اتفضلي. شوفوا يا رجاله، انا متشكر جدا لموقفكم ده. انا عاوز تعرفوا حاجه، اللي في الصوره دي تبقى بنت اخويا ساندي، بنت ابراهيم جاركم وحبيبكم، والموقف اللي انتوا واقفينه معايا ده هفضل شايله على طول فوق راسي. انا عاوزكم توزعوا المنشورات دي، انت جماليه وحسنيه، الوايلي والدرب الاحمر، العتبه والسيده زينب، وسط البلد والمهندسين، معلش خد معاه انت واركبوا مع بعض. يلا
ربنا يوفقكم يا رجاله. الف شكر الف شكر الف شكر. اه الف الحمد لله. ايه الاخبار يا ابراهيم؟ طمني. مفيش فايده، لفيت على الناس كلها، حد شاف العربيه ماشيه مركونه في اي حته؟ مفيش فايده. ما تقلقش يا هيما ما تقلقش، الفكره بتاعت الورق اللي انا عملتها دي هتجيب نتيجه ممتازه. ورق ايه يا عز؟ هي واحده تايهه، دي بنتي وهربانه بمزاجها. يا ابراهيم بتتريق على الفكره؟ دي فكره انا مستوحيها من ابوك الله يرحمه، راجل كان بطل بيوزع منشورات ضد الانجليز، فانا خدت منه الفكره استوحيتها. مفيش حد مضيعنا في ام الليله دي غير الانجليز ابوك، ايه اللي دخل الانجليز في بنت الهربانه؟ اربط بها يا اخي، زي ما منشورات ابوك ساعدت في جلاء الانجليز عن مصر، انا منشوراتي ان شاء الله هترجع ساندي تاني بالسلامه، ونغني لها بقى يا حبايب بالسلامه ونهيص. حبيبتي يا بنتي، جه اليوم نوزع منشورات عشان ندور عليكي. اجمد يا ابراهيم، امال هي هتروح فين يعني؟ هتلاقيها بتجري هنا ولا هنا ولا هنا؟ تجري هنا وهنا ايه؟ هو داخل بطل طيب مني؟ دي بنتي يا عز، بنتي. انت بتستعبي ولا ايه يا عز؟ بس فدي كل جرايم اللي عملتها من وانا صغيره. ده انت شددت الخطوره وبتهددي المجتمع بقى. يعني هتحبسني؟ بس الجرايم بقى اللي انت عملتيها دي هتوصلك لحبل المشنقه، وحبل المشنقه يعني عشماوي، ومش هتخافي ولا ايه؟ يا نهار اسود. لا عشماوي ايه؟ انا غلبانه وطيبه والله العظيم. الله، بس كنت مجرمه وخطيره وقطط و... وانا مجرمه، انا مجرمه بس غلبانه. اقول لك احبسني 24 ساعه بس بلاش عشماوي والكلام اللي بيخوف ده نبي. ما انتوا بتضحكوا على ايه؟ انا جايه اقدم بلاغ زي اي مواطن. خلصوا بقى، هو انتوا هتحبسوني ولا مش هتحبسوني؟ طب ادي بطاقتك. معيش بطاقه. اقول لك احبسني عشان معيش بطاقه، لا عمري شلتها ولا هشيلها. طب يا ابني خدها على الحجز وحرز اي حاجه معاها. بجد؟ اه. الف مبروك. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي بصراحه، يعني ده احلى خبر سمعته النهارده. لا ده احلى خبر سمعته في حياتي. من النهارده مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش حفله. مفيش كده والله. ادخلي يا ستي. طيب اسمعي بقى يا مسجونه انت وهي. اولا انا ما اسميش المدلعه، ثانيا التشيز كيك دي حلويات مش حاجه تانيه، وكوستا ده كافيه مش خواجه، ودولابي خشب بحط فيه هدومي عادي، انا واحده بقطعها كارنيه سيرك ومش باقي على حاجه في الدنيا دي، واللي هتقرب مني هي اللي هتعيط. امين امين. احنا هنعمل ايه يا باشا في البيت المجنونه اللي جايه تسلم نفسها دي سعادتك؟ يا عم تلاقيها هربانه من اهلها ومش لاقي حته تبات فيها. بس بصراحه يا باشا وشها ابن ناس ومش وش اجرام خالص. يا عم تلاقيها مغصوبه على جوازه ولا في حاجه خايفه منها. يعني هي سعادتك عشان مغصوبه على جوازه تيجي تسلم نفسها للاسم؟ ما عشان كده بقى النهارده هتتربى وهتتعلم الادب ومش هتعمل كده تاني. اشمعنى سعادتك؟ انت ناسي ان ثانيه كيداوم معاها في الحجز تحت وهتبقى ليله فله. كباس يا بنت نصف ايدك شويه. حاضر. الاقيك بسالك النوم بقى انا تعبت. الحلوه بتقول حاجه؟ لا لا ده تقول يا رب تحج يا رب. بعد كده لما تدخلي مكان في ثانيه كيداهم ما تبقيش تدخلي بفتحه الصدر دي. حاضر. انا ليا هيبتي واحترامي في المكان هنا، انا اقل قضيه عاملاها واخده فيها 10 سنين سجن. عارفة يعني ايه 10 سنين سجن؟ عارفة. وين؟ انا 10 دقايق، انا بقالي 10 دقايق بس. طب كبسي يلا كبسي. حاضر حاضر هكبس. حاضر ماشي. هو انا ممكن اطلب من حضرتك مساعدة انسانية؟ مساعدة انسانية؟ ليه؟ هو انا بنك الطعام؟ لا هو انا بس كنت عايزة اعمل مكالمة تليفون ضروري عشان يخرجوني من هنا مش اكتر. انا مش سنترال. انا شفت المدموزيل اللي هناك دي جابت لك موبايل صغير اسود كده، انا بس كنت عايزه اكلم بابا دقيقه وخلاص. وطي صوتك. ما حضرتك انت اللي بتعلي صوتك. يا بنت وطي صوتك. العيون مفنجله قد كده هنا، وبعدين انا عندي المكالمه النص بالنص. ايه النص بالنص ده؟ النص بالنص يعني نص دقيقه بنص مية، فاهمه عينيا؟ انا قلت لحضرتك من شويه انا معيش فلوس والله ما معايا. وبالنسبة للساعة؟ لا ساعة ايه؟ اذا كان النص دقيقة بنص مية، امال الساعة بقى هتكون بكام؟ الساعة اللي في ايدك، بطلي استعباط يا بنت. الساعة دي؟ اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي، خدي الساعة كلها مش عايزاها. اتفضلي اهو اهو. حضرتك انت قاعدة على رجلي ممكن خدي الموبايل اهو. ماشي.
يا نهار اسود، انا مش حافظه رقم بابا. اخسى على الزمن وعلى الايام السودا اللي احنا عايشينها. انت مش حافظه رقم ابوك يا بنت؟ لا مش حافظاه. في رقم تاني؟ لا ما فيش، ما تخاف ما فيش. على العموم انت ليكي محاوله واحده، محاوله واحده بس. لقيتها، انا هكلم الدليفري. بنت راحت مني يا عز. واحد الله ابراهيم، سندي بنت اخوك راحت يا عز. اهدى شويه يا ابراهيم، ان شاء الله خير. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبتي يا جماعه، ما حدش عارف ان ابراهيم تبعي. انا بخبط بقالي فتره ما حدش بيرد عليا. ليه؟ معايا اوردر بس. ليه معاك اوردر لابراهيم التبعي؟ بقى يا راجل يا عديم المشاعر، بنتك تايهه وانت جاي لك قلب تطلب فاست فود. والله ما طلبت فاست فود يا عز، وانا لا نفسي اكل اساسا. امال مين اللي طلب الاوردر لو سمحت؟ هو الاوردر مطلوب باسم الاستاذه ساندي التبعي. يا حبيبتي يا بنتي، شايف الدلع الماسخ؟ شايف دلع البنات؟ سايبانا احنا في الشارع نتمرمط وراها، وعاملين فرق بحث، وبوزع منشورات في القاهره القديمه، وهي عماله تطلب اوردرات. استنى بس يا عز، ما يمكن تربيته قبل ما تهرب. دي سخريه مننا. انا فاهم دماغها كويس، عايزه تبعت لنا رساله تقول فيها انا مش هاممني حد. شفت يا استاذ عبس بمقدرات الاسره اكتر من كده؟ طب يا جماعه انا عايز حد يحاسبني عشان عايز امشي. يا حبيبتي يا بنتي، طلبت له اوردر قبل ما تمشي، هي عارفه ان انا بحب الكومبو. لحظه واحده، لحظه واحده، انا جمعت حاجه كده. الموضوع ده فيه حاجه غريبه، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ناقصه، في حلقه مفقوده. الاوردر ده لو سمحت اتطلب بقاله قد ايه؟ من فضلك شفت الوقت؟ من حوالي ربع ساعه يا فندم. طبعا واضحه جدا. تفرق ايه يا عز؟ لا يعني الموضوع فيه معنى، فيه معنى خطير وراه. هو في ملحوظه يا فندم مكتوبه في الاوردر. خير يا ابني؟ الاستاذ ساندي لما طلبت الاوردر كتبت ملحوظه بابا انا في الاسم. اسم؟ شفت عيب عليك، انا قلت الموضوع فيه حاجه مش طبيعيه. اسم ايه؟ بنت غير الهي يا عز. لا الله ولا فالك يا ابراهيم، اهدى شويه. احنا بنتنا متربيه تربيه عاليه، مخها في منتهى الذكاء. البنت شغلت مخها، عبقريه. قالت الفت نظرهم انا فين بالاوردر، بعتت الاوردر على البيت. قالت لك في اسم ايه لو سمحت؟ لا يا فندم ما ذكرتش في اسمي، هي ذكرت هي في الاسم بس. بنتنا مش متربيه يا ابراهيم، بنتنا مخها محدود. بنتنا هتخلينا نلف كعب داير على اقسام مصر كلها يا ابراهيم. كعب داير يا ساندي. بنت راحت مني يا عز. واحد الله ابراهيم، ساندي بنت اخوك راحت يا عز. اهدى شويه يا ابراهيم، ان شاء الله خير. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبتي يا جماعه، ما حدش عارف ان ابراهيم تبعي. انا بخبط بقالي فتره ما حدش بيرد عليا. ليه؟ معايا اوردر بس. ليه معاك اوردر لابراهيم التبعي؟ بقى يا راجل يا عديم المشاعر، بنتك تايهه وانت جاي لك قلب تطلب فاست فود. والله ما طلبت فاست فود يا عز، وانا لا نفسي اكل اساسا. امال مين اللي طلب الاوردر لو سمحت؟ هو الاوردر مطلوب باسم الاستاذه ساندي التبعي. يا حبيبتي يا بنتي، شايف الدلع الماسخ؟ شايف دلع البنات؟ سايبانا احنا في الشارع نتمرمط وراها، وعاملين فرق بحث، وبوزع منشورات في القاهره القديمه، وهي عماله تطلب اوردرات. استنى بس يا عز، ما يمكن تربيته قبل ما تهرب. دي سخريه مننا. انا فاهم دماغها كويس، عايزه تبعت لنا رساله تقول فيها انا مش هاممني حد. شفت يا استاذ عبس بمقدرات الاسره اكتر من كده؟ طب يا جماعه انا عايز حد يحاسبني عشان عايز امشي. يا حبيبتي يا بنتي، طلبت له اوردر قبل ما تمشي، هي عارفه ان انا بحب الكومبو. لحظه واحده، لحظه واحده، انا جمعت حاجه كده. الموضوع ده فيه حاجه غريبه، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ناقصه، في حلقه مفقوده. الاوردر ده لو سمحت اتطلب بقاله قد ايه؟ من فضلك شفت الوقت؟ من حوالي ربع ساعه يا فندم. طبعا واضحه جدا. تفرق ايه يا عز؟ لا يعني الموضوع فيه معنى، فيه معنى خطير وراه. هو في ملحوظه يا فندم مكتوبه في الاوردر. خير يا ابني؟ الاستاذ ساندي لما طلبت الاوردر كتبت ملحوظه بابا انا في الاسم. اسم؟ شفت عيب عليك، انا قلت الموضوع فيه حاجه مش طبيعيه. اسم ايه؟ بنت غير الهي يا عز. لا الله ولا فالك يا ابراهيم، اهدى شويه. احنا بنتنا متربيه تربيه عاليه، مخها في منتهى الذكاء. البنت شغلت مخها، عبقريه. قالت الفت نظرهم انا فين بالاوردر، بعتت الاوردر على البيت. قالت لك في اسم ايه لو سمحت؟ لا يا فندم ما ذكرتش في اسمي، هي ذكرت هي في الاسم بس. بنتنا مش متربيه يا ابراهيم، بنتنا مخها محدود. بنتنا هتخلينا نلف كعب داير على اقسام مصر كلها يا ابراهيم. كعب داير يا ساندي. ساندي ابراهيم تبعي. ساندي بنت يا ساندي. يا بنت قومي. حاضر يا بابا، اعملي سندوتش لانشون. بس لانشون ايه؟ قومي يا بنت بدل ما يعملوا معك الجلاش. حاضر. ايه حاضر دي. ماشي. ايوه قومي معايا. ايوه الفطار مستنيك يا اختي. الايه؟ قومي بس يلا. ماشي يلا. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه يا اختي، خدي بالك من نفسك. بابا بنت حبيبتي. بابا كده يا ساندي،
كده تعملي بابا حبيبك كده؟ انا اسفه، انا اتبهدلت قوي يا بابا. واحنا كمان يا بنت اتبهدلنا قوي قوي. اتبهدلتوا ليه؟ ما انا كتبت لكم نوت على الاوردر وقلت لكم ان انا هكون موجوده في الاسم. مدام يا فلحه عملتي اوردر، اكتبي لنا فيه في انهي اسم بدل ما احنا واخدينها كعب داير من الصبح. معلش انا اسفه، انا طلع عيني لحد ما كلمتكم يا بابا. اشمعنى يا بنت؟ والنبي بابا تفكرني بقى يا بابا، والنبي بقى يا بابا. خلاص خلاص عمل احسن. تستاهلي تهربي من البيت يا ساندي؟ حصلت؟ عايزه تهربي من الحفله؟ طب والله خلاص بقى يا عز خلاص، ما صدقنا بنتنا حبيبتنا جت. تخيل ماما صينيه اول ما عرفت قصتي عارفه قالت لي ايه؟ قالت طب والمصحف هتغني قدام الزنزانه كلها، وغنيت قدام الزنزانه كلها يا بابا. صينيه مين؟ صينيه كيداهم. ده انا لو شفتها اولع فيها، تخليكي تغني في الحجز قدام الناس وانت بتخلي من خيالك. على اساس ان انت كنت بتاخدها القهوه تعمل ايه؟ تمرنها تنس؟ لا 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 خلاص عز، انا مش هغصب عليها حاجه تاني. سامحيني يا بنت وانا بعتذر لك عن اي حاجه انا غصبتك عليها. لا يا بابا انا مش هزعلك تاني ابدا، انا عرفت ان لولا وجودك جنبي في حياتي انا زماني متبهدله قوي يا بابا، اتبهدلت قوي يا بابا. حبيبتي يا بنتي نفهم من كده يا ساندي يا حبيبتي ان انت هتغني النهارده في الحفله مع لؤي؟ اللي تغني قدام ثنيه كيداهم ما تخافش تغني قدام لؤي. ايه وقفت ليه يا بنتي؟ بقولك ايه، ما تيجي نسيب العربيه هنا ونجري. ويعني لما نجري جدك مش هيحصلنا يعني؟ احنا من ساعه ما خرجنا من البيت وانت ماشي على قشر بيت كده هنتاخر عن الحفله والمسابقه هتفوتنا يا ساندي. يا ريت، ده يبقى حلم عمري. طب استهدي بالله كده هون ودور العربيه خلينا نلحق الحفله. وطرني بقى وطرني، خليني البس اللي قدامي. نلبس قدام ايه احنا واقفين؟ مش كفايه اللي عملتيه بيا امبارح؟ كنت هتخلينا نتحبس بسببك. ايوه ما انت اللي بدات، وبعدين ده كان رد فعل واحده مرعوبه. طبعا ما كان حصل خير، عندنا في اخر مرحله في اللي طلبها جدك وهي الحفله. ان شاء الله هنرتاح بعد الليله دي وهنعيش احرار. صح يا بابا؟ مش ساندي لما هتغني في الحفله هتسيبنا بحالنا؟ ما اقدرش اقرر حاجه دلوقتي غير لما ساندي تغني في الحفله وتنفذ طلبي. طب يا جدو انا نفذت كل طلباتك لحد دلوقتي، ممكن يعني تفكك من موضوع الحفله ده؟ اعتبر ان الكنز كان في الرحله، والله العظيم هيبقى احلى، مش كده يا بابا؟ بالعكس، ده حضورك للحفلة دي وغناك فيها هو الكنز نفسه، هو اللي أنا عامل كل ده عشانه. لو غنيتي في الحفلة حسب اتفاقنا وسواء كسبت المسابقة أو ما كسبتيش أنا هرضى عنك وهختفي من حياتك تماما. بجد يا جدو؟ يعني مش لازم أكسب المسابقة عشان تسيبني في حالي؟ لا مش لازم، كل اللي أنا عايزه هو إنك تشتركي وتغني قدام الناس، لكن ما يهمنيش نتيجة المسابقة. حبيبي يا جدو، بص أنا هتشقلب لك على المسرح، هبهرك. تعبيني يا بنت. ابقى جو العيال ده. انا حاسه ان انا مش عارفه اخد نفسي، انا عايزه اروح واللي بيروحوني. ايه يا بنت هو انت بتغرقي مالك في ايه؟ بص خليني امشي وانا اوعدك المسابقه الجايه انا هشترك فيها. هي فيها مسابقه جايه؟ يبقى ابننا على كتفنا ونجري ندور عليه؟ يعني ايه مش فاهم؟ ما هم بيقولوا كده في الموقف ده. يا بنتي فرصه عمرك جات لك لحد عندك، اخلصي بقى. بس دول ناس كتير قوي، انا اخري اغني في الحمام يا شاذ. يا ساندي انقذي روحك وانقذيني اخش اغني ابوس ايدك. يا رب النور يقطع. يا بنتي هو حد طايل يغني مع نجم زي الاستاذ لؤي ده؟ انا طول الليل بذاكر في اغانيه، ده جامد جدا، ده عليه واحده بسر الدعاء والسجده ربنا يجعلها من نصيبك. يا عم انا مش عايزه اغني مع لؤي ولا اغني مع حماقي. ما انت عايزه تغني مع مين يا ماما؟ عمرو دياب. ساندي 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 فوقي. ايه انا فين؟ انت في اوضتي ما تخافيش، مفيش حاجه. في اوضتك؟ انت خاطفني ولا ايه؟ خاطفك يا بنت، النجم كتر خيره لكن مغمى عليكي جابك اوضته. بص انت اهلك حكولي عن كل حاجه وعرفت انت قد ايه تعبتي اصلا عشان توصلي لهنا، مفيش اصلا اي حاجه تخوف، احنا كلنا معاكي، تشجعي شويه. بقول لك ايه؟ انا عايزه اروح. روحي يا ساندي، بقى بعد ما وصلتي لحد هنا تروحي. يا ساندي ما ينفعش كده، ما يصحش، احنا في اوضه النجم. ده ممكن يقفش علينا ويقول لك انا كده ومفيش غير كده ماليش حل تاني ويسيبنا ويمشي. وبعدين يا استاذ بعد اذنك يعني لو تكرمت تديها حته. يا عيني بحس تديها نوع من انواع الحماس يعني. عينيا حاضر يا حبيبي. انا قلتها لك من اولها، انا اي حاجه ليك هعملها، ده انا مش هعيش غير ليك قبليك، انا تهت سنين. لا اظن مالكيش حجه بقى يعني، ممكن حته تانيه كان واحد من عشان برضو تحس انها زي كل الناس وتشتغل يعني. يا حبيبي انا مش بوزع جاتوه والله، انت عمال تقول حته حته. يا نجم ده عندنا هنا محدش بياخد على كلامه. واضح. شادي لو بتحبني بجد روحني.
انا عشان بحبك بجد لازم اخليكي تغني. ساندي احنا كلنا معاكي، مفيش اي حاجه تخوف، كلنا معاكي. هو انت زي يعني بتطلع تقف قدام الناس دي كلها وما تخافش؟ اه بصي، هو اول دقيقه هتقضيها على الستيدج هتشوفي الناس، اول ما هتغني انسي، مش هتحسي والله باي حاجه. استاذ لايد جاهزين يا ريس؟ يلا يا ريس. جاهزه يا ساندي؟ يا نهار اسود، كل دول ناس؟ ده انا بتوتر لما اخش الكافيتيريا. ولا يهمك منهم يا بنت، اعتبريهم مش موجودين، انا متاكد ان انت هتلعلعي. ايوه بقول لك ايه، اللي اسمها جايده دي انت صوتك احسن منها مليون مره، انت هتخش تكسحيها. اكسح مين؟ ده انا اللي متكسحه. يا بنت لازم توري عدوك ان انت اقوى منه. انت قدها يا ساندي، ان شاء الله هتكسبي. لو النبي يا جماعه ما تعملوا فيا كده. يا بنت يا بنت استهدي بالله، انت عليكي طر. استر عليا، ربنا يستر عليكم. استر عليكي بس، انت كنتش حاطي. استري علينا انت وادخلي غني زي الناس، والا قسما عظما اوريكي وش مستر عز واخصم لك نص يوم. يا عم روح يا عم. ساندي انا هطلع اقدم لؤي، انده اسمك الاقيكي جنبي على المسرح. قول ان شاء الله. جمهور السيرك العظيم، اهلا بيكم في حفلنا العظيم. النهاردة عاملين لكم حفلة هي الأكبر والأروع في تاريخ السيرك كله. معانا ومعاكم المطرب الكبير المحبوب جدا، الفنان لؤي. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ الأستاذ لؤي مشرفنا النهاردة في الحفلة بتاعتنا عشان يفرحكوا ويمتعكوا بأغانيه الجميلة. مش بس كده، الحفلة فيها مسابقة، ودي أحلى مفاجأة في الحفلة. النهاردة معانا الصوتين اللي تنافسوا منافسة شديدة طول الفترة اللي فاتت، والكسبان فيهم هيعمل دويتو مع الأستاذ لؤي. اسمحوا لي اقدم لكم الموهبتين اللي هيغنوا مع الفنان لؤي علشان يختار واحده فيهم تعمل معاه الدويتو. اول متسابقه جايده مكرم. هي دي اللي هكسحها. والمتسابقه الثانيه ساندي التبعي. ساندي ابراهيم. شايفين بيضحكوا عليا زي من قبل ما اطلع؟ امال لما اطلع هيعملوا فيا ايه؟ يا ستي اطلعي بقى. كلنا نحيي ساندي يا جماعه. ساندي التبعي. ساندي. ساندي. طب يا جماعه، هي شكلها بس مكسوف شويه. لما قدمتي على الحفله ايه طموحك بقى؟ معلش يا بس في حاجه انتوا ما تعرفوهاش، هي ساندي اغمى عليها بره من كتر التوتر، فهي اكيد دلوقتي بقت تمام. ساندي ايه؟ مش عايزين ادي التوتر. طب يا جماعه احنا معانا جايده منورانا، وكلنا نسمع تحيه كبيره لجايده. مبسوط دلوقتي، مرتاح بعد اللي حصل لي. انا كنت هموت من الخوف، انا كنت هموت بسببك. ما بتردش عليا ليه؟ ولا فرق بس تشوفني بقى متعذبه وخايفه منك؟ رد عليا، رد قول لي ان انت مبسوط، رد عليا. مش مبسوط عشان ما وقفتيش وغنيتي قدام الناس. ده هو ازاي صوت جدي طالع عندك من على الموبايل مش من العربيه؟ عشان هو على طول كان بيطلع من عندي من على الموبايل مش من العربيه. يعني ايه؟ يعني مفيش جدي؟
طب ازاي؟ من اول مره شفتك وانا كان نفسي اقرب منك. تقدري تقولي كده كنت معجب بيكي، كنت بستنى اي فرصه عشان تقربني منك، بس للاسف الفرصه دي عمرها ما جت. حتى لما كنت بتيجي قدامي كنت بتكشري في وشي، صباح الخير ما كنتيش بتردي عليها، ولان مفيش حد في السيرك خالص قريب منك ما كانش قدامي غير الفيسبوك. دخلت وقعدت ادور لحد ما لقيت الاكونت بتاعك. في يوم من الايام قريت البوست اللي انت كاتباها لعربيه جدك، وقد انت فخوره انك راكبه العربيه اللي جدك كان بيحارب فيها الانجليز. وجات لي فكره مجنونه، العربيه، خاطرت وفتحت عربيه جدك وهي واقفه. وعشان ابوها الله يرحمه كان عنده محل موبايلات، عندي خبره في الموضوع ده، فعرفت اسنك الراديو بتاع عربيتك على موبايل، ونزلت ابلكيشن يحول صوتي لصوت راجل عجوز. وطبعا انا عارف قصه جدك كلها من عندك على فيسبوك، كان بالنسبه لي سهل قوي ان اطلع لك روحه في عربيتك عشان تزقك وخليك تشتركي في المسابقه. ساندي، انا جدك حسن التابع يا ساندي، واقترحت على مستر عز ان احنا نعمل المسابقه دي بس عشان اخليكي تحققي حلمك. انا هخلي الناس تتلمع عليك هنا في السيرك زي ما النمل بيتلمع على الصرصار المقتول. ومن هنا ابتدت الحكايه. انا جدك حسن التبعي وروحي موجوده في العربيه من ساعه ما مت. قول مصر يا نهار اسود. ابتديت اكلمك فعلا على اني جدك، ولما الضابط وقفك وركبك البوكس كنت واقف قريب منك جدا، وخفت عليك يا قوي عشان كنت هتتاذي بسببك، فكلمت باباك عشان يبيتك. ايوه يا عم، ساندي وقعت في مشكله. مش صدق نفسي، انت بني ادم كذاب، كذبت عليا وكذبت على ابويا وكذبت علينا كلنا. لا يا ساندي، شادي ما كذبش عليك ولا حاجه، شادي واد راجل ومجدع وبيحبك، مش بقول كده عشان هو واقف ابدا. انت بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فينا؟ ده واحد ضحك علينا كلنا. انا كنت عارف كل حاجه وساعدته من اول الحكايه. في اليوم اللي جبت فيه زباين في السيرك عشان يتفرجوا على العربيه، وبعديها اتغدينا في الكافيتيريا انا وانت، بعديها انت مشيتي، لاحظت شادي عمال يبص عليكي طول ما احنا قاعدين مع بعض. انا قلقت عليكي، قلت اروح اشوف ايه الحكايه. قول لي بقى ايه حكايتك بالظبط؟ عينيك ما اتشردتش من على بنت وهي بتستلم الاكل، وبعد كده جيت قعدت جنبينا على الترابيزه، وبقى عينيك وودنك ضيوف معانا على الترابيزه. ما تقول لي حكايتك بالظبط. انا؟ حضرتك بتتكلم عليا انا؟ حضرتك تقصد علاء كان قاعد على الترابيزه اللي ورايا دي، زميلنا هنا بيمشي على الحبل، انا ممكن ادعه لحضرتك حالا. حلو، عجبني الشو ده، عجبني. ما يا ابني مش محتاجه مفهوميه. يا معجب بيها يا معجب بيا، معجب بالكومبو لارج اللي في ايديا. ما تقول لي من الاخر يا ابني حكايتك ايه؟ يا فندم حضرتك بتتكلم على ساندي؟ ساندي دي زميلتي. وطبيعة العلاقة بين الزملاء غير طبيعة العلاقة اللي حضرتك تقصدها تماما. انت بتشتغل يا ابني؟ حلو. وبعد ما شادي ما صرحني بحبه ليكي وبالخطة اللي عاملها وفي نفس الوقت يغير من حياتك، طبعا فوجئ ان انا بدل ما اهزقه لاني بشجعه. انا عايزك تكمل الحكاية للاخر. للاخر؟ يعني انت بجد مش زعلان؟ بالعكس، ده انت جيت نجدة من السما. لان انا حاولت مليون مرة وفشلت. يمكن خطتك دي يا ابني يحصل فيها المعجزة وتغير حياة بنتي. وأنا هقول لك على كل المعلومات عن المرحوم أبويا، وكمان هعمل نفسي إن أنا مش عارف ومصدق إن روح أبويا بتكلمها، إيه رأيك؟ سبحان الله ونعم بالله. ويوم ما كان شادي راكب معاك العربية أنا اللي كنت بكلمي بداله على إني جدك. اصحى يا جد، أنت خايف مني ولا إيه يا جدو؟ أخاف من مين يا أخي؟ أحب أجيب لك أسئلة زي بودي وخليك تعملها على روحك؟ قول لي يا بابا ان ده كابوس، قول لي انت ما اتفقتش مع جدتي، قول يا بابا والنبي. لا يا ساندي، ده مش كابوس، دي حقيقه. ما تقوليش انت كمان عارف. هو بصراحه حبيبتي انا في الاول ما كنتش عارف، بس لما عرفت حسيت ان هي فكره لطيفه ممكن تغير لك حياتك بشكل او باخر. انت عرفت ازاي؟ يوم ما شادي جالنا البيت عشان يطلب ايدك اعترف لي بالموضوع وحكى لي الحكايه، وقال ان هو استغل موضوع بودي ان الناس ده حجه وخده على الدكتور معاكي عشان يوريكي بنفسك ان صوت جدك طالع من العربيه وهو قاعد جنبك عشان يسبكها عليكي. اول مره احس ان انا هبله قوي كده.
دايما الناس كانت بتقول عليا هبله، بس النهارده صدقتهم. اول ما راح حس انا كنت صح لما بعدت عن كل الناس، حتى اقرب الناس ليا طلعوا بيخدعوني. وليه ما تقوليش بيحبوكي؟ بيحبوني؟ انت شفتني كل يوم وانا بتعذب، عملت كل ده ليه؟ عشان اغني؟ لا، عشان تبقي ساندي الواقفة قدامنا دلوقتي، مش ساندي بتاعت زمان. وانا نفس البني ادمه، ما اتغيرتش اهو. لا يا حبيبتي، مش نفس البني ادمه. فاكره ساندي كانت عامله ازاي؟ مش دي ساندي اللي قدامنا دلوقتي. ساندي اللي قدامنا دلوقتي ما بتخافش تختلط بحد. بالظبط، ساندي اللي واقفه قدامنا دلوقتي ساندي جديده، ساندي اللي خرجت من عزلتها وبقت تكلم الناس، ساندي اللي بقت تلبس فساتين زي البنات، ساندي اللي حبت واتخطبت بعد ما كانت خايفه تقرب من اي حد. انت كل اللي انت فيه دلوقتي ده بسبب اللي احنا عملناه. بصي شوفي انت بقيتي فين دلوقتي. انت من ساندي اللي كانت بتخاف تقابل كل الناس، ساندي اللي هتغني في حفلة كبيرة قدامكم جمهور كبير مع نجم كبير. سيبوني في حالي، أنا عايزة أبقى لوحدي زي ما كنت عايشة، مش عايزة لا مسابقات ولا تمثيليات. أنا عايزة أروح، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أشوف حد. هتهربي من واجهة تانية يا ساندي؟ بس خليكي عارفة كده هتفضلي طول عمرك عايشة هربانة. حياتك متوقفة على حاجة واحدة بس، دخولك الحفلة، وتطلعي الخوف اللي عايش جواكي. مفيش اسهل من الجري والهروب. اجري يا ربي، عيشي جبانه، بس خليكي عارفه انت كده هتخليني اعيط، انت كده هتخليني اموت وانا خايف عليك، مش مطمن عليك خالص. طب انت بتعيط ليه دلوقتي يا بابا؟ الكيس ده عازمني في حالي. طب ما تعيطش. طيب عيط عايز، عشان مش عايزه تريحي قلبي وتطمنيني عليكي قبل ما اموت. طب اهدى. طيب اهدى، على فكره مفيش راجل بيعيط. لا انا بعيط، انا راجل اهو. طب اهدى وانا هجيب لك الفرايز اكسترا تشيز اللي انت بتحبها. مش عايز منك حاجه، انا هعمل دايت. ايه انت جاي دلوقتي تعمل دايت يا ماما؟ طب اهدى اهدى. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز تخش تغني في الحفله، حتى لو خسرتي هتكسبي ان انت واجهتي خوفك واتغلبتي عليه. شايفة ايه جوه مرايتك؟ شايفة نفسك ولا نفسك؟ ولا بتحاولي تلاقيه؟ ولا بتداري في حقيقتك؟ شايفة ايه جوه مرايتك؟ شايفة نفسك ولا نفسك؟ ولا بتحاولي تلاقيه؟ ولا بتداري في حقيقتك؟ شايفة صورة نفسي طفلة وردة بس لسه قافلة، حابة نفسي بس كارهة أي حاجة بتيجي غفلة. شايفة صورة نفسي طفلة وردة بس لسه قافلة، حابة نفسي بس كارهة أي حاجة بتيجي غفلة. ليلى 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 ليلى. شايفة قلبك عاوز ايه؟ ولا عايزة تهمشي بصة واحدة؟ طب عليه، طب قولي لي شايفة ايه؟ شايفة قلبك عاوز ايه؟ ولا عايزة تهمشي بصة واحدة؟ طب عليه. شايفة قلبي جوا حيرة، بنت وحشة هتضفيرة وخوفاني أي حاجة كانت أو كبيرة. شايفة
خايفين للحقيقة مش هنرتاح لو دقيقة هي صعبة كمان ومرة بس بتنجي الحقيقة طول ما خايفين من الحقيقة مش هنرتاح لو دقيقة هي صعبة كمان ومرة بس بتنجي الحقيقة بصوا يا جماعة أنا عارف إن ساندي ما كسبتش المركز الأول المركز الثاني هي كسبته خلاص بس في مفاجأة النهاردة إحنا عايزين كلنا نشاركها مع ساندي جاهز؟ جاهز أنا لما جيت لك بيت باباكي عشان أخطبك ما كنتش عارف أنتي موافقة بجد ولا اتدبستي. فدلوقتي أنا بسألك تاني. صدقيني مش هزعل من أي رد. تتجوزيني؟ ساندي. إيه يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ وافي 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 موافقة. الله كلها سقف لهم جامد يا جماعه الف مبروك يا غيمة الله يبارك فيك يا حبيبي البنت ساندي بقت عروسه وكبرتنا قوي اتكلم عن نفسك انا لسه بصحتي يا عم انت بتعافر في ايه أول مرة أركب العربية من زمان وما أخافش من روح أبويا الله يرحمك يا بابا يا بطل الله يرحمه بناطر أصلك الله يكحمه مطرح ما راح تقرفني دنيا وآخرة إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ خلاص يا شادي بقى أنت استحليتها ولا إيه؟ يا جدع أنت بطل الحركات دي شادي يا جماعة أنا موبايلي في جيبي أصلاً إيه ده؟ أمال مين بيتكلم؟ مين؟ أنا تيتا يا قلبي تيتا ماما ماما